بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. زي ما تعودنا كل يوم حد واربع بنكون مع بعض بالثانيه والساعه الساعه 8 عشان نلقي الضوء على اهم الاخبار اللي حصلت في الالعاب الاخرى داخل جدران النادي الاهلي محليا وايضا عالميا. وزي ما عودناكم حلقتنا بتبقى نصين، النص الاول مجموعه من الاخبار وتعليقنا عليها، والنص الثاني بيكون معانا مجموعه من الضيوف او الابطال. الحقيقه ابطالنا النهارده تنس الطاوله. خليني اقول لكم انه طبعا تنس الطاوله حقق انجاز كبير جدا جدا. ايه هو الانجاز؟ بطولات الناشئين في بطوله الجمهوريه اللي فاتت كلها، 8 بطولات او 8 ايفنتات حصدنا الثمانيه كلهم بدون ولا خساره، سواء شباب او شابات وناشئين وناشئات. كل البطولات 8 من 8، وده انجاز كبير جدا. ساعات بنخسر ايفنت، ساعات بنخسر اثنين، بس بيبقى في التوتال خدناه. ولكن للمره الاولى او من المرات القليله ان احنا ناخد كل البطولات لكل القطاعات الناشئين والناشئات. طبعا مالناش دعوه بالفريق الاول، لسه هنتكلم عليه بعدين، ولكن النهارده حلقتنا هتبقى عن التنس الطاوله. هيكون معانا الكابتن فتحي عبده وكابتن محمد عبد الحميد وايضا كابتن هشام اسماعيل وكابتن عبد السلام مطاوع. الحقيقه دول يعني أربع مدربين بذلوا مجهود كبير جدا طبعا مع رئيس الجهاز كابتن أشرف فتاح عشان يوصلوا للنتائج دي. لازم نقعد معاهم ونشوف ازاي خططوا لده ومستقبل تنس الطاولة في النادي الأهلي. بس الحقيقة قبل ما ابتدي حلقتي وفي أي كلام أو أي أخبار، في موضوع لازم نتكلم عنه ونطرحه مع حضراتكم. أولا خلينا ابتدي الحكاية، هو ليه علاقة بكرة اليد، بس خلينا ابتدي الحكاية منذ البداية. البداية كانت في شهر 7 اللي فات 2020، لما الدولة المصرية خدت قرار باستئناف النشاط في الدولة كلها، وكان من ضمن هذه القطاعات هو قطاع الرياضة، وتم طبعا استئناف الرياضة. اتحاد كرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر عمل اجتماع وخد رأي الجمعية العمومية وأغلب الفرق اللي بتلعب في مباريات الدوري العام. كل الفرق بالكامل رفضت تستأنف النشاط. وهقول لكم طبعا يعني في أمور تانية ليه أو في حلقة تانية أسباب الرفض إيه، ولكن النادي الوحيد اللي أصر على استئناف النشاط هو النادي الأهلي. أنا بقول تاني، النادي الوحيد من كل الأندية طلبوا بإلغاء الموسم، النادي الأهلي الوحيد اللي طلب باستئناف النشاط. وتاني بكرر إن موقف النادي الأهلي كان موقف ثابت في كل الاتحادات وكل الجامعات العمومية، ولم يختلف هذا الموقف باختلاف موقف النادي الأهلي من جدول البطولات دي. وبالمناسبة النادي الأهلي كان ساعتها في المركز الثاني وأصر على استئناف النشاط، في حين إن أندية تانية رفضت استئناف النشاط عشان من ضمنها يعني سريعا توفير النفقات وتخفيض عقود اللاعبين، وهذا يعني من كل النواحي قال لك لا يا عم انا مش عايز الموسم يكمل، بعد اذنكم الغوا الموسم. النادي الاهلي اصر. طيب لما الاتحاد قال لك طب خلاص انا هلغي البطوله تحت ضغط من انديه اخرى، قال لك لا طب انا هاجل، طب هلعب السيدات، لعب السيدات واجل مباريات الرجال. طب هتقول لي يا كابتن طب ايه الغريب في كده؟ انا اقول لك الغريب في كده ايه. الغريب ان تم تاجيل الموسم او الماتشات دي 6 شهور او 7 شهور، كان المفروض يتلعب في شهر 8، اتاجل 8 9 10 11 12 1 2، هتتلعب 3، هتلعب 1، هتلعب 1 مارس، يعني نتكلم في 7 شهور. 1 ابريل كمان، قول كمان 8 1 ابريل 8 شهور، انا اسف، هتلعب 1 ابريل 8 شهور. هل يعقل ألعب بطولة بعديها بثمان شهور؟ طيب هقول لكم كمان اللي حصل. اللي حصل إن النادي الأهلي كان عايز يلعب، فأنت أجلت ضرتني، أنا عايز ألعب، أنا قلت ألعب، في حين إن النادي المنافس لما قال يعني مش عايز ألعب أنت أجلت. النادي المنافس ما عملش صفقات جديدة باستثناء اللهم صفقة ولا حاجة، ومش هتأثر معاه. النادي الأهلي أعاد بناء فريق من جديد، استغنى عن 5 لاعبين وتعاقد عن 7 جداد، المجموع 12 لعيب. تاني، 7 لاعبين جداد تعاقد معهم النادي الاهلي ما كانوش في قائمة اللي فاتت، ومشى 5 لاعبين طبعا استغنى عنهم عشان يفتح مكان للسبعه اللي جايين مع ناس تانية، وهكذا يعني 12 لاعب. يعني انت غيرت 12 لاعب. طب يا كابتن كل ده جميل؟ لا، الجميل بقى اللي اقول لكم عليه ان قرار الاتحاد اليد استئناف البطوله اللي فاتت بالقائمة اللي فاتت، وده معناه حرماننا من 12 لاعب. يعني هنلعب مبارياتنا ناقصين، او المباراتين الفاضلين مع نادي طلائع الجيش ونادي الزمالك ناقصين 12 لاعب. ده يرضي مين؟ وباني قانون في العالم يقول العب بطوله بعديها ب7 شهور بقايمه قديمه؟ مين يقول كده في الوقت اللي انا كنت بقول لك يا سيدي العب من اول يوم؟ قعدت تاجل تاجل تاجل. طيب بصوا يا جماعه، احنا
ما بنطالبش لا لينا في المجاملات ولا بنحب المجاملات ولا احنا عايزين القوانين واللوائح هي اللي تتم وهي اللي تقوم وهي اللي تقام. لما نلاقي تكتلات بالشكل ده ضد النادي الاهلي لا يبقى الموضوع فيه غلط، حاجه غلط. طب هتقول لي تكتلات ازاي يا كابتن؟ انا اقول لك تكتلات ازاي. بعد مباراه النادي الاهلي اللي فاتت الاهلي والزمالك وانتهت بفوز نادي الزمالك 28-27 والنادي الاهلي بالمناسبه عمل مباراه كويسه جدا 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 وادى اللي عليه، ولكن التوفيق في قرار او اتنين او لعيب او اتنين مش معنى كده ان انت لعبت مباراه وحش، انت عملت مباراه جيده غاب عنك التوفيق، لك الحمد ولك الشكر يا رب، ولكن فرقتنا تعظيم سلام. طيب تاني يوم، تاني يوم المباراه مباشره النادي المنافس يبعت فاكس او ايميل او خطاب على الاتحاد بيطالبوا باستئناف الدوري اللي فات. الله، طب هو الجواب ده ما اتبعتش قبل الماتش ليه؟ تساؤلات، حد يرد علينا. طب اتبعت بعد الماتش، طب لو كان الاهلي اللي كسب كنت هتبعت الجواب؟ انا ما بتكلمش بالنيابه حد، بس انا بقول لكم اللي حصل. وبعد ما الجواب اتبعت بعديه بيومين اللي هو النهارده او ثلاث ايام يطلع قرار من اتحاد اليد بانه يعمل ايه؟ يلغي ماتشين 1/4 و3/4 و4/4 لما اتذكر اللي هم كانوا موجود فيهم ماتشات في الموسم الحالي، يلغيهم ويحط الماتشين بتوع الموسم اللي فات. يعني هو خلاص كان حط جدوله، لا ده عدل جدول السنه دي عشان يلعب ماتشات السنه اللي فاتت بعد خطاب جه من النادي المنافس. طب هتقول لي يا كابتن ازاي؟ طب ما هو دي كده، ما هو كده يعني باللي احنا شايفينه ده تكتلات ضد النادي الاهلي. طب يا جماعه ده لصالح المنتخبات كده؟ احنا كده بنلعب؟ طب ما احنا كده هنقول ان في علامات استفهام كبيره جدا عن لعب، عن عدم مشاركه عدد كبير من لاعيبه النادي الاهلي في المنتخب. وهقول لكم ليه؟ وهطلع من انا بصوا هنطلع من دي هنخش في موضوع تاني، بس اقول لكم كده علامه استفهام كبيره جدا. اسلام حسن وغيره ما كانوش بيلعبوا ليه؟ ما هو كده هيخلينا نفتح بقى الباب لمجالات احنا مش طالبين غير الحق. لو انا بقول كلام غير الحق يا جماعه بعد اذنكم عندكم صفحاتنا قولوا لي يا كابتن انت بتقول كلام مش حق. هل يعقل العب بطوله ناقص 12 لعيب عشان الاتحاد تخبط في قراراته العب الغي العب الغي، وفي الاخر خد قرار باستئناف النشاط، وانا اللي كنت مع استئناف النشاط اتضرر، واللي كان ضد استئناف النشاط هو المستفيد؟ طب يا جماعه بأني عقل وبأني منطق يتقال كده؟ طيب هل اطلع بقى لحاجه ثانيه؟ هتقول لي طب يا كابتن لا ده انت يعني انت بتقول كلام كده. لا انا اقول لكم ما بقولش كلام مرسل. في ماتش الاهلي والزمالك اللي فات اخو زوجه المدير الفني لمنتخب مصر المدرب الاسباني باروندو اخو زوجته تواجد في المباراه. طب المباراه من غير جمهور، تاني معلش سمعني كده، المباراه من غير جمهور، طب هو حاضر بصفته ايه؟ حد من الجهاز الفني للمنتخب؟ حد من الجهاز الفني للناديين؟ حد مهتم احد عناصر اللعبه؟ لا ده لا. طب هتقول لي يا كابتن ما يحضر عادي انت زعلان ليه؟ لا ده حضر ولبس تيشيرت النادي المنافس ونزل ارض الملعب بيحتفل معاه. لا مش عادي، مش عادي. طيب يعني هل يعقل يا جماعه؟ ما هو كل ده بيدي مؤشرات. معلش انا راجل يعني قولوا ان انا راجل يعني انا يعني بقالي في الرياضه دي 35 سنه بلعب رياضه. انا بصراحه ما شفتش كده. انت كده بتفتح الباب، انت كده بتفتح الباب لكل الاحتمالات وكل الامور الوارده. يعني انا والاقي بقى الماتش ده يحصل استفزاز للاعيبه النادي الاهلي بالفوز ويحصل استفزاز لجهازه الفني، نعدي كل الكلام ده. طيب والاقي تاني يوم جواب مبعوث والجدول المسابقات بتعدل. الله، هو في ايه يا جماعه؟ هو في ايه يا جماعه؟ هو احنا اللي بنطلبه ده غلط؟ انا بقول لك استأنف النشاط بس بالقايمه الجديده. يا سيدي انت عندك قرارين وهم دول العدل والحق وحق ربنا. والله يا جماعه لو بقول كلام مش مظبوط انا ما كنتش هقوله، لو شايف ان ده الحق مش هقوله. انت عندك احتمال من اتنين، يا تلغي المسابقه تلغيها تماما، يا اما تستأنفها بالقايمه الجديده. انما تستأنفها بالقايمه القديمه يبقى ده لمصلحه حد، مش لمصلحه، يعني ده مش لوجيك ان انت تلاعبني وانا ناقص. هي دي بطوله ان انت تلاعب فرقه ناقصه 12 لعيب ومع ذلك النادي الاهلي هيلعب ورجاله وهنعمل اللي علينا والجهاز الفني بيعد اللعيبه وبيعد الدنيا كلها وهنلعب وهنقاتل حتى النهايه، ولكن هي دي البطوله؟ انت كده نجحت تاخد بطوله تتسجل لك وانت بتكسب فرقه او هتلاعب فرقه مش هتكسب، هنقاتل وهنفوز ان شاء الله. ولكن هل من البطوله
ان انت تاخد بطوله من المنافس او تقول ان انا عايز اخد او الاعب المنافس ناقص 12 لاعب. ده محمد رشوان في بطوله في الاولمبياد المنافس 84، المنافس بتاعه قدامه بيلعب بس جاله اصابه اثناء الماتش وهو في الرانك احسن منه، ولو مشت المباراه بالعدل هيكسب محمد رشوان. محمد رشوان رفض انه يكسب بالطريقه دي. فين يعني زي ما بيقولوا الفير بلاي؟ فين يعني انا كراجل مسؤول لازم اتحقق ان في فير بلاي؟ طب ما احنا ما عندناش مشكله، طب ما الفرقه لعبت كامله وخسرت واحنا بنأزر فرقتنا وبنقول لهم احنا وراكم ورجاله وانتوا عملتوا اللي عليكم وبالتوفيق في اللي جاي. ما قلناش حاجه، ما اعترضناش وما قلناش الحكم عمل والحكم سوى وده حمل، قلنا ان احنا خسرنا وفرقتنا رجاله وهتلعب. احنا ما عندناش مشكله نخسر على فكره، ولا عندنا مشكله بطوله تروح منا، ما فيش مشاكل، كل ده هنقاتل على البطولات وننادي البطولات، ولكن احنا بنتكلم على ان الحق هو اللي يحصل. الحق انت احتمالين وهنفضل نقولهم، يا البطوله تتلغي خلاص انتهى الموضوع، يا تلعبني بالقائمه الجديده. ولو انا بقول حاجه غلط يا جماعه بدون تجاوز وبدون تجريح في حد قولوا لنا انتوا غلط، وعندكم صفحاتنا والسوشيال ميديا، ويا ريت بعد اذن حضراتكم يعني الناس تراجع قرارها بمسؤولين في اتحاد كره اليد، واحنا ثقه ان شاء الله ان الحق هو اللي هينتصر في النهايه طبعا، والصح هو اللي هينتصر في النهايه. خلينا نروح لاخبارنا، انا مش عايز اطول، انا يعني الموضوع هياخد كلام كتير بس انا الحقيقه مش عايز اطول، عندنا اخبار كتير. هنروح لكره اليد، الفريق بتاعنا طبعا بعد مباراه القمه اللي فاتت طبعا لاعب الزهور واكتسح نادي الزهور نتيجه 40-22، ونادي الزهور طبعا بيدربه الكابتن وائل عبد العاطي. نتيجه الشوط الاول خلصت 18-13، والشوط الثاني طبعا خلص 40-22، وده كان مهم جدا المباراه دي. ليه؟ لان كنت طالع انت يعني من مباراه مش متوفق فيها، غاب عنك التوفيق فيها بنتيجه هدف واحد، وكان مهم عندنا جدا ان احنا نفوز في هذه المباراه. الاهلي عنده 16 نقطه وبيحتل الترتيب الثاني في جدول المسابقات بفرق المواجهات المباشره مع نادي الزمالك. يمكن احنا متساويين مع نادي الزمالك، نادي الزمالك خسر من سبورتنج واحنا خسرنا من نادي الزمالك، متساويين في النقط ولكن المواجهات المباشره النادي الاهلي يجي في المركز الثاني. هنروح طبعا لكره اليد الرجال ايضا، انتوا عارفين طبعا حارس مرمانا عبد الرحمن حميد النادي الاهلي وافق له على اعاره خارجيه، راح نادي فيسلا بلوك طبعا البولندي احد افضل الانديه في العالم، راح هناك اعاره لمده 6 شهور. طبعا النادي فيسلا بلوك اعلن عن حارسه الجديد وطبعا على المواقع الرسميه وبالصور، وجابوا طبعا صور ليه في تدريباته. وعايز اقول لكم نادي فيسلا بلوك البولندي بيتصدر مجموعته في الدوري الاوروبي لكره اليد بعد 8 جولات برصيد 16 نقطه بعد ما فاز في كل ماتشاته. بالتوفيق لعبد الرحمن حميد وباذن الله يرجع لنادي الاهلي تاني. وعايز بس اتوقف هنا، لما جه عرض جيد لاحد اللاعبين بالرغم انه ماضي عقد مع النادي الاهلي، النادي الاهلي ما وقفش في مصلحته، قال له اطلع اكتسب خبرات، خاصه ان احنا عندنا 2 حراس مرمى ممتازين في النادي الاهلي ما زالوا موجودين. النادي الاهلي ما وقفش في مصلحه حميد وقال له توكل على الله، واحنا بندعمه واحنا في قناه النادي الاهلي بندعمه وبنجيب اخباره وهنفضل متابعينه، وكل التوفيق ليه ان شاء الله، ويرجع للنادي الاهلي رافع راسه لفوق. هنروح طبعا لكره اليد سيدات، زي ما قلنا طبعا عندهم الدوري شغالين، ماتشات مستأنفه ما حصلش توقفات كتير، فزنا على هليوبلس بنتيجه 41-12. الشوط الاول كان خلص 19-6 وبعد كده يعني الفرق توسع ووصل وخلصت المباراه 41-12، وبكده تكون رصيدنا وصل لنقطه 71 في الترتيب العام، احنا الاول. والماتش اللي جاي عندنا ماتش قوي جدا مع سبورتنج عندنا في صاله الامير عبد الله الفيصل في مقر النادي الاهلي بالجزيره. كل التوفيق لكابتن يحيى يوسف طبعا والسيدات سيدات كره اليد. هنروح لكره السله رجال، للاسف ايهاب امين نجم النادي الاهلي واللي متواجد مع صفوف المنتخب بتونس بيلعب تصفيات بطوله افريقيا اتصاب. ازاي؟ اتصاب في ماتش رواندا للاسف بكسر في الانف الراس الاخضر، انا اسف، الماتش بتلعب في تونس وكنا بنلعب الراس الاخضر وكانت مباراه مهمه. الصوره دي على فكره مش اصابته، الصوره دي كان هو اصيب قبلها بحوالي 10 دقائق في عينه وخرج تلقى العلاج وهو خارج اهو، ورجع تاني لعب في المره الثانيه مراخيره اتكسرت، الانف اتكسر الحقيقه. واللي احنا كان بس عندنا يعني تعليق انه ما كانش المفروض يشارك، لان طالما يعني حصل خبطه في عينيه وكان سليم او كل حاجه واحنا كنا ضامنين التاهل، انا بس كان عندي كومنت بسيط، وكلنا ثقه في الكابتن احمد مرعي طبعا وكل الاحترام والتقدير ليه، راجل كفء وراجل يعني قامه كبيره في كره السله، ولكن احنا كان عندنا بس ان هو خلاص الراجل اتصاب في عينه وخرج. بيبقى في مؤشرات كده بتحس ان اليوم مش يوم اللعيب، بيخرج يروح خابط له واخد له كوع متكعبل واقع،
خرج ما نزلوش تاني بقى، خاصه احنا كنا ضمننا التاهل. ولكن ايهاب امين في النزله الثانيه ما تعرفش بقى، هل الخبطه في عينه خليته يلعب اوت اوف سيتويشن، ما كانش مظبوط، مش عارف ايه، الانف اتكسر للاسف. وايهاب امين هيرجع يعمل اشعه عشان يحدد فتره غيابه عن الملاعب، اكيد هنفتقده الفتره اللي جايه. ولازم نفكر كمان ان ايهاب امين في المنتخب هو وحاتم البحيري. الف سلامه عليك يا ايهاب، وهنتابعك ان شاء الله، ولما تيجي اكيد هنعمل لك مداخله ونطمن عليك ونعرف هتغيب عن الملاعب قد ايه. والف مبروك طبعا لمنتخب مصر على ضمان التاهل، وهنقول الكلام ده في اخبارنا المحليه. هنروح لكره السله سيدات، يمكن كسبنا هليوبلس وضمننا النهائي او وصول للنهائي كاس مصر اللي هتلعب السبت اللي جاي مع نادي سبورتنج ان شاء الله. المباراه خلصت بنتيجه 80-68، وبذكركم ان كابتن ايهاب الالفي مدرب النادي الاهلي السابق هو اللي بيمرن هليوبلس. الماتش كان اتلعب امبارح على صاله الشباب والرياضه بمدينه 6 اكتوبر. النهائي ان شاء الله زي ما بفكر حضراتكم السبت القادم مع نادي سبورتنج على نفس الصاله على صاله الشباب والرياضه في 6 اكتوبر. كل التوفيق لكابتن علي هاشم وفريق كره السله سيدات. خليني افكركم ان 3 بطولات دخلوا السنه دي مع فريق كره السله سيدات: بطوله القاهره، السوبر المصري، وبطوله المرتبط. ان شاء الله يوم السبت القادم تكون البطوله الخامسه، وان شاء الله ربنا يكرمهم في بطوله السوبر الرابعه انا اسف، ويبقى البطوله اللي بعديها الخامسه، يبقى 5 بطولات ان شاء الله احصدهم الفريق هذا الموسم، خاصه انه بيضم مجموعه كبيره من اللاعبين. طيب هنروح للكره الطائره. يمكن الاهلي لعب هليوبلس، فزنا عليه الحمد لله بنتيجه 3-0. المباراه دي كانت مهمه والحمد لله ربنا كرمنا وفزنا بنتيجه مريحه 25-11 25-20 25-13. والماتش ده كانت لعب الجمعه اللي فاتت على صاله الامير عبد الله الفيصل، وكده ان شاء الله الاهلي المفروض هيلاعب الماتش بكره مع نادي الترسانه بسبب انه تاجل الماتش، كان ماتش مؤجل قبل كده بس هيلعبه بكره ان شاء الله مع نادي الترسانه. كل التوفيق ان شاء الله لفريق الطائره، وبمناسبه كل الثقه وكل الدعم الكابتن محمد مصالح ميدو واللاعبين، ياما فرحتونا وان شاء الله تفرحونا كمان الموسم ده. طيب هنروح لكره الماء، وزي ما قلت لحضراتكم كره الماء عندنا فريق قوي جدا 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 للرجال. طبعا فزنا على سبورتنج بنتيجه 9-8، وكان ماتش قوي جدا، وكان الحقيقه الماتش اتلعب على حمام سباحه النادي الاهلي، وكان فيه حقيقه حضور كبير جدا من اعضاء الجمعيه العموميه وتابعوا المباراه، وكان فيه تشجيع منقطع النظير للفريق. فزنا 9-8، والحقيقه ده بيدل على قوه الفريق وان احنا ماشيين الحقيقه بخطه ثابته. وبذكركم ان الفريق ده كان بعد عن المنافسات من 3 سنين تقريبا او 4 سنين، ولكن عاد بقوه وفرض نفسه على الساحه، وبدا دلوقتي ند قوي جدا، وبالعكس ده دائما احد اطراف النهائي سواء في كاس مصر او الدوري. كره الماء لعب اصيله في النادي الاهلي الحمد لله، ورجعنا بفضل مجهود ولاده تاني لمنصات التتويج. هنروح للسكواش. مصطفى عسل يتوج ببطوله باكستان الدوليه، الف مبروك مصطفى. يمكن الجميل انه فاز على محمد الشرباجي نجم نادي هليوبلس بنتيجه 3-2. ومحمد الشرباجي وما ادراك ما محمد شرباجي، بطل عالم مصطفى عسل. ولو تفتكروا من 4 شهور او 3 شهور قلت لكم يا جماعه افتكروا الاسم ده، اسم يصعد بقوه الصاروخ ان شاء الله لاول التصنيف العالمي. ان هو كسب البطوله عادي، ما انت ممكن تقول بطوله باكستان يعني ما حدش مشارك فيها ولاعيبه قليلين، لا ده كان مشارك فيها بطل العالم محمد الشرباجي. ومصطفى خد البطوله من محمد الشرباجي. مصطفى ماشي بخطه ثابته. مصطفى لاعب النادي الاهلي اهلاوي بدرجه كبيره جدا، يعني اهلاوي بدرجه مشجع درجه ثالثه مصطفى عسل، انا عايز اقول لكم كده يعني. وانه دائما ابدا بيرجع الفضل لانتصاراته دي للنادي الاهلي. وخلينا اقول لكم ان كمان اللي في السيدات هنلاقي يثرب عادل نجمه النادي الاهلي ايضا حققت المركز الثاني في البطوله بعد ما خسرت من زميلتها ونجمه نادي وادي دجله نوران جوهر 3-0. عودا حميدا طبعا ليثرب عادل اللي ابتعدت شويه، ولكن وصولها للفاينل وخسارتها الفاينل هيديها بوينتس كتيره جدا، هتتقدم في التصنيف وهترجع يثرب عادل لعيبه النادي يثرب اللي على الشمال خالص، ومصطفى عسل اللي لابس اسود في النص. ودول طبعا الاطراف المصريه اللي كانت في النهائي، حاجه تفرح الحقيقه للسكواش. ان شاء الله بنحلم ان هو يخش يبقى لاعب اولمبيه، وده هيضمن لمصر عدد لا حصل له من الميداليات الاولمبيه. ونتمنى طبعا عوده بطولات السكواش المحليه الفتره الجايه، وده اللي بناكده باذن الله ان لازم ترجع البطولات، لان بقى لنا يمكن سنه ما فيش بطولات محليه نهائي. فنطالب طبعا اتحاد السكواش انه يرجع البطولات، ودي فرصه جيده مع اجراءات الاحترازيه وخلافه. طيب هنروح لاخبارنا المحليه كده. اخبار النادي الاهلي انتهت، قلناها سريعا وكانت اخبار مهمه تهم جمهور النادي الاهلي. هنروح للاخبار المحليه، ويمكن على راس هذه الاخبار هو استضافه مصر لبطوله العالم للرمايه او كاس العالم للرمايه بمشاركة 32 دولة، رقم كبير جدا جدا. الاتحاد الدولي للرماية أعلن مشاركة 32 دولة في بطولة كأس العالم للرماية خرطوش، واللي هتتلعب على ميادين نادي الصيد بمدينة 6 أكتوبر.
الدول اللي هتشارك في البطوله: الارجنتين، ارمينيا، كندا، تشيلي، كولومبيا، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، اسبانيا، اليونان، الهند، كازاخستان، السعوديه، الكويت، ليبيا، لبنان، لوكسمبورغ، المغرب، النرويج، بيرو، بولندا، قطر، رومانيا، روسيا، سلوفينيا، السودان، سلوفاكيا، سوريا، الامارات، اوكرانيا، وده طبعا بالاضافه لمصر. 32 دوله. خليني اقول لكم ان تنظيم مصر بطوله العالم، المنظر اللي بنت بيه مصر للعالم كله من قدرتها على استضافه الاحداث العالميه شجع دول كتير تيجي. وخليني اقول لكم مفيش ملاحظه واحده، حتى الملاحظه الوحيده اللي كانت مش ملاحظه ولا اي شيء اتذكر عن هذه البطوله، يعني تم دحرها بالكامل. البطوله بطوله العالم لليد ادت انديكيشن جيد جدا او مؤشر جيد جدا لقدره مصر وبنيتها التحتيه الرياضيه لاستضافه الاحداث. يمكن بطوله العالم دي مهمه جدا، او كاس العالم من الرمايه، عندنا ابطال جيدين، ابطال تاهلوا للاولمبيات، منهم بطوله هيشارك فيها 20 رامي مصري، وباذن الله يقدروا يحققوا مستوى متميز. والدوله المصريه بترعى الحقيقه متمثله في معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي، بترعى هذه البطوله او كاس العالم بشكل جيد وموفره كل سبل النجاح. وشفنا اكتر من اجتماع للدكتور اشرف صبحي مع رئيس الاتحاد واللجان المنظمه عشان يضمن ان البطوله تطلع بالشكل الذي يليق باسم مصر. طيب هنروح لحدث مهم يعني بيحصل على ارض مصر دلوقتي، وهي بطوله افريقيا للشباب لكره الطائره تحت 21 سنه. البطوله دي بتشارك فيها اربع دول غير مصر: مصر، الكاميرون، المغرب، الكونغو الديمقراطيه. مصر هي المرشح الاول للبطوله، وخليني اقول لكم ان الفريق ده من سنتين خد رابع عالم تحت 17 سنه. الفريق ده فريق جيد جدا جدا جدا، بينتظره مستقبل باهر. الحقيقه كاميرا الابطال كانت موجوده في الاجتماع الفني، عملنا التقرير ده، خلينا نتفرج عليه وارجع لحضراتكم تاني. مصر معروفة بالتنظيم الجيد للبطولات، توفر الإقامة الجيدة، توفر الملاعب الجيدة. ما نتمناه هو أن تسود هذه اللقاءات روح المنافسة القوية التي نحن ننتظرها بعون الله، ونرى منها جيل لأفريقيا نستطيع أن نصل به إلى العالمية إن شاء الله. من بداية دخولنا لمطار القاهرة إلى دخولنا إلى الفندق، أعتقد أن هناك وعي كامل وتفاهم كامل بأن هذا الفيروس الخطير يجب أن نقضي عليه لا أن يقضي علينا. كل الأمور راها تسير على أحسن ما يرام. هو من خلال التنظيم لهذه البطولة اللجنة الطبية بصدق يعني قائمة بواجبها على أحسن ما يرام. البطولة دي يعني كانت جت قبل كده وتأجلت، بعدين رجعت تاني، وهم صمموا أنه تكون من نصيب مصر يعني، وإحنا ما تأخرناش قبلنا، والحمد لله قدرنا يعني نستعد كويس، والفريق خد فرصته في التمرين. بس طبعا هو جه وتجمع، وبعدين اتسرح، وبعدين رجعناه تاني وتجمع وخد يعني فترة التمرين كويس، وصفى ال 12 لعيب اللي هو اختارهم خلاص كابتن هاني عبد الحميد. وبإذن الله إن شاء الله يعني نشوف ماتشات كويسة، وطبعا ده يعني شرف لينا إن احنا مصر تستضيف أول بطولة لأفريقيا بعد الاتحاد الأفريقي الجديد، لأن كان كل البطولات يعني تقريبا اتلغت وبدأت ترجع تاني، فرجعت منها ثلاث بطولات، فإحنا هنشارك فيهم التلاتة، واحدة في مصر واثنين في نيجيريا. فرقتنا معسكرة بقالها فترة، الحمد لله بيستعدوا على أحسن استعداد، ومعسكرين هنا وبيتمرنوا كل يوم. طبعا بظروف الكورونا والظروف اللي احنا فيه ما قدروش يطلعوا طبعا معسكرات خارجية، بس الحمد لله هنا قاعدين ومجهز لهم كل حاجة، وان شاء الله ثقتنا فيهم ان هم يقدروا يحققوا البطوله ان شاء الله. فتره الاعداد الاولانيه كان 40 لعيب، وتم تصفيتهم في اكثر من مرحله. التصفيه الاولى وصلنا لغايه 22 لعيب، وبعد كده بدانا نعمل معسكر من يوم 31، والمعسكر ده عدى بمراحل حتى وصلنا لاخر مرحله 12 لاعب. الاستعداد طبعا كان فترة قليلة بالنسبة عشان خاطر الظروف بتاع الكورونا وكده، فقدرنا نحاول نجهز اللعيبة بدنيا وفنيا وخططيا وبالجانب النفسي برضك. بس كان بيساعدنا في الموضوع اللي اللعيبة كانت بتلعب في الأندية بتاعتهم اللي هي البطولة المحلية، بطولة الشباب، والحمد لله الاتحاد قدر يوفر لنا الجو المناسب للاستعداد الأمثل للبطولة.
والله احنا استعدنا كويس جدا للبطولة، واحنا كان بعد فترة توقف 13 شهر، فيعني ان شاء الله هنعمل حاجة كويسة جدا. وعملنا معسكر مغلق بقيادة الكابتن هاني عبد الحميد المدير الفني، وكان طبعا مشرف المنتخبات كابتن ابراهيم فخر الدين. وان شاء الله نبتدي بكرة الساعة 8 كونغو الديمقراطية، اول ماتش لينا بعد الافتتاح هيكون 7 ان شاء الله، مدعوين طبعا ان شاء الله معنا بكرة. التحكيم في مصر بوجود الكابتن ناصر شعبان على التعليم على يد الكابتن حسن احمد استاذنا رحمه الله عليه، هو يعني اللي وصل لمصر للمرحله الكاتيجوري الاعلى في افريقيا، وكذلك حوالي 5 حكام من مصر دوليين على الكاتيجوري A في على مستوى العالم. الحمد لله رب العالمين بيقدروا ان هم يحكموا بطولات العالم كلها. تحكيم في مصر طيب جدا، تحكيم ممتاز، وفي افكار حاليه دلوقتي متواجده من قبل الاتحاد الافريقي على عمل بروتوكولات تبادل الحكام في الماتشات الهامه زي الاهلي والزمالك. مثلا تونس تيجي تحكم ماتش اهلي وزمالك، احنا نروح نحكم هناك مباريات الهامه جدا عندهم زي النجم الساحلي والافريقي التونسي والصفاقس التونسي. اصبح الوقت الاعلام الالكتروني يفوق جدا الاعلام المكتوب، زي ما انت شايف مثلا القنوات التلفزيونيه اصبحت هي الناقله، واصبح الاعلام وبالذات السوشيال ميديا هي الرائده واللي لها السياده على المستوى الافريقي. الحقيقه الاتحاد الافريقي للكره الطائره له المنصات بتاعته على السوشيال ميديا، له صفحه الفيسبوك اللي هي سي اي في بي كونفدراسيون افريكان دو فولي بول، دي الصفحه الرسميه للاتحاد الافريقي، يقدر اي حد يخش عليها يتعرف اول باول عن اخبار البطوله. انا عايز افكر حضراتكم بحاجه، يمكن الحلقه اللي فاتت الكابتن سامح او الدكتور سامح حمدي رئيس اللجنه المؤقته لاتحاد الكره الطائره معانا في البرنامج، ولو تفتكروا قال لنا ان الاتحاد الافريقي بيتواصل معاه يعني بما معناه ان مصر هي اللي هيعتمدوا عليها بشكل اساسي ورئيسي لاستئناف النشاط الافريقي. طب ايه اللي خلاهم يقولوا كده؟ هو اللي حصل الفتره اللي فاتت كلها، نجاح مصر لاستضافه البطولات خلى الاتحادات الاقليميه والعالميه تلجا لمصر، وزي ما شفنا الضيوف بيقولوا ايه، لازم نتعايش مع المرض ولازم ناخد احتياطاتنا ونستمر في النشاط. وده شجع كمان ان مصر البطوله، الدكتور سامح حمدي كمان وضح لنا امره كان انفراد لينا، ان مصر هتنظم بطوله افريقيا للرجال والسيدات لكره الكره الطائره انديه ابطال الدوري. طبعا كل الكلام ده لو دل فبيدل على قيمه مصر الاقليميه، قيمه مصر الحقيقه في الرياضه، رجعت تاني مصر محط انظار العالم كله بقدرتها على تنظيم الاحداث، بالبنيه التحتيه الرياضيه كمان، باتباعها الإجراءات الاحترازية مش كده بس، والأكواد الدولية المنصوص عليها في العالم وفي اللجنة الأولمبية الدولية وفي الاتحادات الدولية للوقاية من هذا المرض. أنا بس حبيت أعلق على التقرير اللي كنا شفناه في بطولة أفريقيا والضيوف كانوا قالوا إيه. طيب نروح بقى للمنتخب ونتائجه. المنتخب فاز على الكونغو في أول مباراة الكونغو الديمقراطية بنتيجة 3-0. يمكن الماتشات خمسة اللي نتيجتها جت كالآتي: 25-9، 25-18، 25-11. المنتخب هو المرشح الأول لهذه البطولة، في مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين. عندنا المباراة اللي جاية مع المغرب، وإن شاء الله الأربع هيكون أو المباراة اللي بعديها هيكون نظيره الكاميروني. خلينا أفكركم إن البطولة دي مؤهلة لكأس العالم، نكسبها نطلع كأس العالم إن شاء الله السنة دي في آخر السنة دي. كل التوفيق لهذا المنتخب، كان لازم كاميرا الأبطال تروح تسجل معاهم تشاركهم اللحظة دي. خلينا نشوف التقرير ده مع اللاعبين وأرجع لحضراتكم تاني. استعداد السنة دي كان غير عن أي بطولة تانية، عشان ظروف كورونا وكده فما خدناش وقتنا قوي في المعسكر. يعني مثلا كان أي بطولة بنلعبها كنا بنقعد مثلا 3 شهور ونص معسكرين، معسكرات داخلية وخارجية. السنة دي عشان ظروف كورونا والحظر وكده والكلام ده كله، فالبطولة كانت أول في شهر 12 وبعد كده اتأجلت بقى في شهر 2. فكان عندنا الأول بطولة الجمهورية مع النوادي وكده، فحاولنا نلعب منها شوية وبعد كده وقفنا، وبعد كده ابتدينا معسكر مثلا من أسبوعين ونص أو 3 أسابيع.
بس يعني فبقينا اسبوعين ونص في المعسكر، بنقعد اسبوع نخرج نص الخميس والجمعه ونرجع السبت تاني، بقينا كده على ثلاث اسابيع يعني. اكيد طبعا كاس العالم حاجه كبيره جدا، وبالمناسبه الجيل ده يعني مش اول مره يلعب كاس عالم، لعبناه 2019 خدنا الحمد لله رابع عالم يعني، منتخب تاني مره تتحقق في تاريخ مصر يعني، واول مره خارج مصر. اتحققت قبل كده 2001 بس كانت في مصر هنا، احنا حققناها الحمد لله في تونس. الحمد لله احنا بقالنا 3 اسابيع معسكرين ما بنروحش خالص، وتدريبات صبح وليل. طبعا استعدنا كويس وجيمات والكلام ده، وباذن الله ربنا يوفقنا بكره ونكسب الماتش باذن الله 3-0 يعني. الجيل ده حصل على رابع عالم، فاحنا ما ينفعش ننزل يعني، ما ينفعش نتخم نشط في افريقيا، فلازم طبعا المباريات كلها نكسبها 3-0 وناخد اول بلا منافس. ده الجيل ده، وعند الجيل ده اهم حاجه كمان ان هو عنده حماس وعندنا التزام وبنحب بعضينا، والحمد لله الجيل كله كويس يعني. واحنا لازم نحقق اكتر من رابع عالم كمان بعد يعني بعد الانجاز احنا عملناه، لازم نحقق اكبر تمام. وطبعا الناس بكره جايين يتفرجوا علينا، فلازم نكون طبعا ما ينفعش نروحهم زعلانين يعني، فلازم طبعا نقدم برجوله اهم حاجه، بعد كده ثم الفنيات، بعد كده باذن الله على المكسب. كابتن هاني طبعا حمسنا وقال لنا طبعا تعليمات ودرسنا فرقه الكونغو، فرقه محترمه، وان شاء الله تبقى فتحه خير علينا في بدايه البطوله، تبقى ان شاء الله بفوزنا ان شاء الله. عايزين نكسب 3-0. جامعين من بدري، بقالنا دلوقتي يعني بقالنا بتاع اكتر من شهرين ولا 3 شهور. ان شاء الله طموحنا ان احنا نخش ان شاء الله ناخد ميداليه في كاس عالم ان شاء الله يعني. احنا بنستعد لها حتى من دلوقتي ذهنيا وكده، نستعد ان شاء الله ان احنا ناخد ميداليه او نخش ننافس في النهائي او حاجه كده يعني ان شاء الله. احساس جميل جدا طبعا، تحس ان انت مش تعبان، تحس ان انت ما فيش حاجه جديده، تحس ان انت بتلعب على بالك، تحس ان انت مرتاح اكتر كده، ومفيش تعب ولا يعني، انت متاقلم بسرعه يعني. كل التوفيق طبعا للمنتخب الشباب لكره الطائره يعني 21 سنه. زي ما قلت لحضراتكم شفنا في التقرير الولاد خدوا رابع عالم، مش عايزين يبانوا في افريقيا باقل من كده. خليني اقول لكم واذكركم ان المنتخب ده بيضم 6 لاعبين من الاهلي. النادي الاهلي الحقيقه داعم اساسي ورئيسي لكل المنتخبات القوميه في الالعاب الاخرى، زي ما هو ايضا في كره القدم. هنروح لكره السله، يمكن خبرنا كان ايضا عن كره السله. منتخب مصر اللي في تونس حاليا وراجعين طبعا خلاص بالسلامة، هم انجزوا المهمه. المنتخب الاول لكره السله تاهل لنهائيات بطوله افريقيا القادمه بعدما فاز بالعلامه الكامله، سواء في الويندو اللي كانت هنا او في الدوره اللي كانت هنا في مصر والدوره اللي كانت في تونس. فزنا في كل مبارياتنا، اوغندا، الراس الاخضر، المغرب، سواء هنا في مصر او في تونس، وكده نكون ضمننا الصعود. كل التوفيق طبعا لمنتخب مصر، وبذكركم تاني المنتخب الحقيقه عنده مهمه قويه جدا، لان احنا زي ما ذكرنا قبل كده منتخب مصر اخر بطوله افريقيه كانت سنه 83 اللي كانت عملت في اسكندريه، وطبعا مدحت ورده يعني كان او المسجله باسم كابتن مدحت ورده لانه كان صاحب السله الاخيره في المباراه. من هذا الزمن او من هذا التاريخ ما حصلناش على بطوله افريقيا، بس الغريب ان بطوله افريقيا دلوقتي ما بقتش مؤهله لشيء. بطوله افريقيا اصبحت زي بطوله افريقيا لكره القدم، شرفيه بتنظم على طبعا زعامه القاره الافريقيه، ولكن ليست مؤهله لا للاولمبياد ولا لكاس العالم، ولكن حدث مهم ولازم نفوز بيه عشان مصر تبقى في المقدمه. خليني بس اروح لخبر مهم بقى في بطوله افريقيا دي او في الويندوز اللي شغاله دي. في ويندو تانية او في بطوله تانية بيشارك فيها كينيا وانجولا والسنغال في تصفيات افريقيا، تصفيات امم افريقيا. كينيا فازت على انجولا 74-73. طب ايه الغريب في كده؟ الغريب ان كينيا بيقودها مديره فنيه سيده، ليز ميلس الاستراليه، مدير هيد كوتش سيده تقود مجموعه او فرقه الرجال. وخليني اقول لكم ان الاول مره في التاريخ ان كينيا تفوز على انجولا وتضع انجولا زعيم القاره الافريقيه، صاحبه اكبر تاريخ في القاره الافريقيه في كره السله، وجها لوجه امام السنغال عشان يشوفوا مين هيتاهل منهم. كينيا انا عايز اقول ان ليز ميلس اللي في الصوره معانا دي، و
مش اول مره تمسك، هي مسكت مساعده في فريق زامبيا رجال قبل كده، واول مره تمسك المديره الفنيه او المسؤوله الاولى، وعلى ايديها تم تحقيق انجاز كبير لكينيا. كينيا على ايامينا كنا بنروح المباراه بيبقى تقريبا محسومه من طرف واحد، لان كينيا ما كانتش ليها تاريخ كبير في كره السله. ولكن كينيا اللي رئيس المنطقه الخامسه مصري، المهندس هشام الحريري هو مصري وكينيا تبع المنطقه الخامسه، وتنجح المنطقه الخامسه برضو يتاهل منها اثنين، كينيا وجنوب السودان. يعني مفارقه غريبه جدا. وخلينا اقول لكم بس، هي مش اول سيده تقود منتخب للرجال، وكان قبلها منتخب بنين سنة 2017 تولى المسؤولية مديرة فنية، كانت قبل ليز طبعا، ولكن دي مفارقة. وعلى فكرة احنا كنا بنقول كده، ولو تفتكروا كابتن علي محمود كانت بتبقى معانا وكانت بتحلل مباراة الرجال. انا شايف انه يعني في كرة السلة لا، السيدات تقدر تقود فرق الرجال، يمكن عكس كرة القدم شوية. نتمنى ده ان شاء الله ان احنا نشوفه في مصر، بس حبيت اقول لكم على الخبر ده. اهلا بحضراتكم من جديد. والاول مره في تاريخ النادي الاهلي زي ما قلنا في الانترو، ان النادي الاهلي على مستوى الناشئين والناشئات، قطاع الناشئين والناشئات، يحصد العلامه الكامله 8 من 8 في الجماعي و8 من 8 في الفردي. في البدايه برحب بضيفي عمد التنس الطاوله الكابتن فتحي عبده، رئيس قطاع الناشئين والناشئات. اهلا بك يا كابتن. اهلا بحضرتك، منورنا والف مبروك على هذا الانجاز الجديد. الله يبارك في حضرتك. الله يبارك فيك. طبعا برحب بالكابتن عبد السلام مطاوع، مدرب او مدير فني تحت 12 سنه ناشئات. اهلا بك يا كابتن. اهلا بحضرتك، الف مبروك، وحاجه جميله جدا جدا يعني، وحاجه تشرف. الله يبارك في حضرتك. اعزائي المشاهدين، خلينا نطلع لهذا التقرير اللي نستعرض فيه هذا الانجاز وارجع لحضراتكم تاني. نجح قطاع تنس الطاولة بالنادي الأهلي في الهيمنة على كافة البطولات المحلية، سواء على صعيد البراعم أو الناشئين أو الشباب، وهو ما يدل على نجاح السياسة التي ينتهجها مسؤولو القلعة الحمراء في المحافظة على النتائج الرائعة التي يحققها القطاع على مستوى الرجال أو السيدات. وحصل المارد الأحمر على المركز الأول لجميع المراحل العمرية في بطولة منطقة القاهرة للفرق، كما حصد الفريق المركز الأول في بطولة الجمهورية بعد الفوز على غريمه التقليدي نادي الزمالك، والحصول على الكؤوس الثمانية للبطولة والتتويج بثماني ميداليات ذهبية. وعلى صعيد الفردي، حققت ملك طارق ذهبية بطولة الجمهورية للبراعم تحت 12 سنة برأس البر، وهو ما كرره زميلها بالنادي يوسف أحمد بعد حصوله على المركز الأول في نفس البطولة، فيما حصل ياسين ياسر على ذهبية بطولة الجمهورية للناشئين تحت 15 سنة برأس البر أيضا، قبل أن يفوز زميله مروان جمال بذهبية بطولة الجمهورية تحت 18 سنة، والتي أقيمت باستاد القاهرة الدولي. وبالنظر لنجمة الأهلي والتي خطفت الأضواء عقب فوزها بذهبية بطولة الجمهورية تحت 15 سنة، إضافة إلى تتويجها بذهبية بطولة الجمهورية تحت 18 سنة، كما أنها حافظت على ذهبية بطولة الجمهورية للكبار للفردي بعد فوزها على زميلتها بالنادي مريم الهضيبي. يمتلك الشياطين الحمر كتيبة عامرة بالأسماء، سواء على صعيد الكبار أو الناشئين، وذلك في منافسات الرجال أو السيدات أيضا. النادي الأهلي خرج أسامي كبيرة جدا جدا في تنس الطاولة، وما زال بيقوم بهذه المهمة، وزي ما أنتم شايفين ما شاء الله كؤوس كبيرة. بس لازم طبعا نتكلم مع كابتن فتحي عبده مدير قطاع الناشئين والناشئات. ألف مبروك كابتن، ألف مبروك. الله يبارك فيك كابتن. تقول يعني الإنجاز ده؟ الحمد لله والشكر لله. طبعا قبل البداية أحب أشكر المدربين بتوع قطاع الناشئين والناشئات، لأن السنة دي بصراحة بذلوا جهد كبير جدا جدا جدا، لأن حضرتك عارف إن احنا كنا قاعدين 3 شهور بسبب كورونا وبدأنا ننزل، فبصراحة احنا كنا خسرانين السنة اللي فاتت إيفنت واحد، ولكن لما عملنا اجتماع مع الجهاز الفني ومع جنرال طبعا الكابتن أشرف عبد الفتاح
قلنا احنا ازاي احنا خسرنا الايفنت ده. فكنا مصممين السنه دي ان احنا ما نخسرش ولا ايفنت. وقد كان جميل ان انت تتحدى نفسك. الحمد لله يعني بتعب المدربين. المدربين يا استاذ هيثم تعبوا جدا السنه دي لدرجه ان احنا مثلا كنا بنبقى عندنا بطوله في اسماعيليه، الباص طالع الساعه 4 الناس شغاله لحد الساعه 2 و3 ما شاء الله، وبقينا نقول لهم يلا عشان الباص طالع ما شاء الله. زي الطالب اللي بيذاكر وانت بتشده على مذاكرته عشان توديه الامتحان. فالحمد لله يعني وشكر لله. انا طبعا بشكر طبعا المدربين كتير جدا اللي هم تعبوا معانا السنه دي قوي، وبشكر اللعيبه طبعا اللي عندك هم. كم لاعب يا كابتن في كل القطاع سواء ناشئين او ناشئين؟ يعني عندي مثلا ناشئين 12 سنه حوالي 15، كل ايفنت حوالي 15. والسنه دي يعني الحاجه الجميله ان النادي قلل طبعا، مفيش مساعد للمدرب بسبب طبعا كورونا وكده. والمدربين بصراحه بذلوا كل جهد، يعني انا بشكرهم وبشكر اولياء الامور اللي كانوا متعاونين معانا. في تعاون كبير اتعاونوا معانا السنه دي لدرجه ان احنا طبعا مش الثلاث كاسات دول بس، احنا طبعا احنا جايبين جزء من الترابيزه مش هتساعد كابتن. 16 كاس 16 كاس جماعي و8 فردي. وخدنا المرتبط السنه دي كمان ما شاء الله، المرتبط ولاد وبنات. فالحمد لله ده انجاز يعني عمره ما حصل في تاريخ تنس الطاوله. وانا بشكر طبعا المدير الفني كابتن اشرف اللي متعاون معانا تعاون رهيب طبعاً. وبشكر طبعا بردك المدربين العموميين، المدرب العمومي كابتن عمر، كابتن عادل شومان، كابتن عياد، كلنا كنا كتيبه اسره واحده. وكلنا طبعا ولاد النادي الاهلي يا استاذ هيثم، كل المدربين كانوا ابطال وبيبصوا طبعا روح الفانيله الحمراء واحنا مش عايزين نخسر. فالولاد السنه دي كانوا حاجه جميله قوي. انتوا اللي جمال يا كابتن وكلامك وروحك جميله جدا. كابتن عبد السلام حضرتك مدير فني طبعا فريق 12 سنه ناشئات، سن صعب مفيش سن تحت منك، انت بتبتدي اول مراحل البطوله للاعبين يعني. فتاخد بطوله زي دي بيقول لك الف مبروك وتقول لي على انجازات. الله يبارك في حضرتك. انا اول حاجه عايز اشكر بس فرقتي كلهم عشان تعبوا جدا الفتره اللي فاتت. قعدنا من شهر 3 لشهر 9 في البيت، فعشان نرجع تاني بدانا من الصفر. ست طبعاً. شهور دي عمرها ما حصلت، سن صغير لسه وفي السن ده بالذات. فبدأوا من الأول تاني فيتنس كويس، وقعدنا نركز عشان ما فيش إصابات تحصل، وبدأنا تمرين يعتبر يعني من الأول خالص يعني. فاللعيبة كلهم هقولهم كلهم من أول حبيبة وملك ومديحة وهنا هشام وفريدة حسين ورقية. فالفرقة كلها بصراحة تعبت الفترة دي عشان نوصل للهدف اللي احنا متربيين عليه كلنا، مركز رقم واحد. الحمد لله اخذنا اول فرق، وفي الفردي اخذنا اول. مين نزل في الفردي عندك؟ في الفردي رقم واحد خدت ملك، اتنين حبيبه، ثلاثة من نادي الزمالك، الرابعه مديحه، الخمسه هنا الشام. يعني فكنا اول مركز، اربع مراكز كله اول وثاني ورابع وخامس في البطوله. يعني الخمسه الاوائل او نقول خلينا نقول منصه التجويد، الاربعه اللي بيبقوا الاول، ثلاثه من النادي الاهلي، ثلاثه من الايفنت بتاعك بس الاول الذهب اللي طبعا هو الجائزه الاكبر من الاهلي طبعا. اول وثاني، اول وثاني، اول وثاني طبعا، اول وثاني بس انت عارف النادي. طبعا ده حاجه جيده ان يبقى الفاينل الفاينل الاهلي. فدي بتبقى في الحاله دي ما بتقفش يا كابتن كوتش على حاجه، بتبقى مريحه جدا. بتتفرج على اللعيبه بتاعتك، نقعد نتفرج بقى، نتفرج على اللعيبه بتاعتك بتلعب. بتبقى انا بحب العب مره فبروح ببقى شايف اثنين بيلعبوا من نفس النادي، المدير الفني بيمشي. لا كلنا بنتفرج انا فاهم، بس ما بنكتشفش يعني. لا كلنا بنبقى قاعدين في المدرج بالظبط، هي دي عشان بتبقى فيها حساسيه طبعا. بس انجاز كبير يا كابتن، واكيد بعد انجاز كبير ونجاح بعد التعب. وعشان نوصل لكده تعبنا جامد جدا، والمدربين كلهم وقفوا مع بعض عشان نوصل. يعني مدرب الرجال ومدرب السيدات كان بيمرنوا فرقتي، مدرب 15 اللعيبه بتاعتي تلعب مع 18 سنة. كان النادي كله ايد واحده في الوقت ده صحيح. وعملنا معسكر شهر كامل قبل بطوله الفرق عشان اللعيبه ترجع لمستواها تاني واللياقه بتاعتها تاني. فكنا تمرين كان تمرين في الاسبوع يا كابتن، كل يوم عدد كل يوم فترتين، كل يوم فترتين، كل يوم عدد فتره جمع. الصبح وفتره بالليل. طب دول يعني بنات صغيرين و12 سنه ومدارس بيتعبوا جدا، واولياء امورهم بيتعبوا جدا عشان هو عشان رقم واحد، فلازم يعملوا كده. وفي لعبتنا لازم يعني فترتين في اليوم
بالذات قبل البطولات يعني. دلوقتي بيبقى فتره واحده بعد المدارس، فبيبداوا مثلا من 5 لـ 7:30 8. بس الاغلب فترتين، الاغلب اغلب الوقت بتبقى فترتين، لان انت عندك بطولات طالع من البطوله على طول. طب انت عندك اللي بعد كده يا كابتن بالنسبه للفرقه بتاعتك؟ احنا هنبدا بعد كده يعني، احنا خلصنا الموسم خلاص، اخر حاجه كانت المرتبط الحمد لله اخذنا اول الحمد لله، فبنريح يعني. التمرين كل يوم برضو شغال بس بيبقى خفيف شويه للفتره دي، وهنبدا من شهر 7 تاني الموسم الجديد ونستعد لهم الاول تاني وان شاء الله اول يعني. كابتن اكيد وهنتابعك ونتابع اخبارك اكيد ان شاء الله. طب يعني كابتن عبده برضو اكيد في استراتيجيه حطيتوها انتوا كجهاز فني، ان انتوا تستمروا على يعني طبعا الحمد لله سهل توصل للقمه، بس الصعب اللي انتوا بتعملوه تفضل محافظ عليه. ايه الاستراتيجيه بتاعتكم عشان نفضل على التوب العشر سنين الجايه؟ والله يا استاذ هيثم احنا عاملين سيستم معين كده في مع اسره تنس الطاوله مع كابتن اشرف، ان احنا اللي هم الثمانيه اللي بيخشوا دور الثمانيه الاوائل يعني مثلا تحت 12 سنه لا يلعب الاكبر، الاكبر يتصعد ل 15 سنه، وده احسن احتكاك ليه. وكذلك برضك اللي 8 في 15 يلعب مع 18 وكده. فبتزود الهدف، فبتزود الهدف يبقى 8 بقى. عشان يلعب مع الايفنت اللي فوقيه، فبيبقى الموضوع كل لعيب عايز احتكاك وهدف طبعا يلعب مع اللعيبه الاكبر منه. فدي استراتيجيه جيده جدا على فكره كل الالعاب. وحاجه جميله كمان برضك عاملينها، ان اللعيبه اللي هم المميزه الابطال ابطال مصر بيلعبوا مع الدرجه الاولى. الله حلوه. يعني مثلا اي لعيب مثلا مصنف رقم واحد لحد رقم ثلاثة مثلا بيلعب بقى مع كابتن سيد لاشين، مع كابتن محمد البيلي، مع عمر بدير، مع الدرجه الاولى كله. وكذلك البنات برضك البنات برضك بتلعب مع الدرجه الاولى. لا انا عايز اتكلم بالتفصيل عن الروح دي، بس خلينا نطلع فاصل يا كابتن. اعزائي المشاهدين لازم نطلع لفاصل اعلاني سريعا وارجع لحضراتكم عشان نكمل حوارنا مع تنس الطاوله والانجاز الكبير اللي اتحقق لاول مره في تاريخ النادي الاهلي، وهو حصد كل البطولات لقطاع الناشئين والنشئات، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا عن الانجاز التاريخي لاول مره يحصل في تنس الطاوله، حصد جميع البطولات على المستوى الجماعي والفردي لقطاع الناشئين والنشئات. كابتن عبد السلام طبعا اجي لحضرتك، انت عندك مهمه صعبه شويه، انت بتنتقي لعيبتك من المدارس بالظبط، والمدارس بيبقى عدد كبير جدا جدا طبعا. جدا هتعمل ايه في الموضوع ده؟ مفيش، انا التنسيق مع كابتن فتحي وكابتن مسعد هو المسؤول عن المدارس، فبننزل كل فتره بنشوف مين اللعيب اللي هنشوف ان هو مميز موهوب، هو بيبان يعني من الاول بصوره. يعني فبنختار اللعيبه المميزه ونبدا نهتم يعني بيهم. افهم من كلام حضرتك ان في متابعه مستمره، مش بتروح مثلا زي اغلب الالعاب او في العاب معينه بيبقى في اختبارات بتتعمل، لا انت متابع منذ البدايه مع طبعا كابتن فتحي والزملاء ومتابعين اللعيبه البروميسنج اللي هم اللعيبه. احنا ممكن في الاسبوع بننزل مرتين، كل شويه ننزل نبص نشوف، والمدربين اللي في المدارس زمايلنا يقولوا تعال بص على اللعيب ده كويس، اللعيب ده كويس، اللعيبه دي كويسه، فبيبقى على طول معاهم، تواصل معاهم على طول. وتدريبات المدارس ايضا في فرع الجزيره في مدينه نصر معانا برضه كمان مدينه نصر. فانتوا بتروحوا الاثنين؟ لا احنا كده كده كل التنس طاوله دلوقتي في مدينه نصر. حلو جدا، فمعانا في نفس المكان يعني، وبتقدروا تتابعوا وتشوفوا الوضع ايه وبتتابعوا اللاعبات واللاعبين، بنحاول نختار اللي احنا شايفينه افضل لعيبه في المدارس ويبداوا يطلعوا مع فرقه 12 سنه. صحيح. طب كابتن فتحي يمكن الانجاز ده اكيد منظومه كامله بتديره، وان احنا نفضل على القمه بالشكل ده اكيد يعني منظومه كامله، كان ليك كلام عن الموضوع ده؟ انا بس احب طبعا اشكر مجلس اداره النادي الاهلي وعلى راسهم الكابتن محمود الخطيب اللي هم مدعمين بطريقه خياليه، يعني اي حاجه بنطلبها ما بيقولوش لا. وكمان بشكر الكابتن رؤوف عبد القادر اللي هو واقف ظهرنا بصراحه، مدير النشاط الرياضي، اي حاجه بنطلبها واقف في ظهرنا وبينفذها لنا على طول، وده طبعا من الاسباب الانجازات اللي بتحصل لي، ويمكن ان النادي مدعمنا طبعا، ويمكن مشاركه عدد كبير. يمكن كلمنا على البطوله اللي جايه لمنتخب مصر اللي هيروحها في الدوحه، كلمنا عنها يعني، وكم لاعب مشارك يعني. يمكن طبعا اكتريه اللعيبه بتوع منتخب مصر من عندنا في النادي الاهلي، يعني اللي رايح بطوله قطر دي كابتن محمد البيلي عندنا، كابتن خالد عصر، كابتن شهادي مجدي، عندنا برضك البنات هنا جودة، بسم الله ما شاء الله عليها هنا جودة، طبعا انا بوجه لها الشكر بنتنا الكبيره طبعا، بوجه لها الشكر ان هي بذلت مجهود كبير جدا السنه دي، لان بتلعب 15 و18 و21 وعلى قمه التصنيف العالمي، وعلى قمه التصنيف العالمي هي بطله عالم،
وطبعا بشكرها وبشكر والدتها ووالدها اللي هم برضك ما بيتأخروش عن نادي الأهلي في أي حاجة. منين ما بنطلب هنا جودة، هنا جودة موجودة. طيب ويعني مشكلة عدد كبير، يمكن البطولة دي خلينا نوضح للسادة المشاهدين، بطولة في الدوحة هتبقى بطولة عالم مصغرة بيشارك فيها كل نجوم العالم، فتبقى بطولة مهمة. ونادي الأهلي حقيقة دعم منتخب مصر بعدد كبير من اللاعبين، هل ده يعني بيدل ان احنا الحمد لله في التوب؟ لا احنا مسيطرين الحمد لله. الحمد لله. طب كابتن برضو بحكم ان حضرتك مطلع وشايف الرؤيه من بعيد، مستقبلنا في الاربع خمس سنين جايين كويس برضو؟ هنستمر كده ان شاء الله؟ ان شاء الله. طالما بقول لحضرتك مجلس اداره بيدعم تنس الطاوله بطريقه جميله جدا جدا، كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي واقف معانا على طول في ظهرنا، اي حاجه بنطلبها ما بيقولش لا. شايف ان الدنيا ماشيه في الدنيا ان شاء الله، ان شاء الله نحافظ على المستوى ده. وطبعا اكتريه مدربين النادي الاهلي كلهم اولاد النادي الاهلي طبعا، فدي برضك ميزه ان هم عارفين النادي الاهلي هو بطل. صحيح. ما عندناش الا الاول. صحيح طبعا. طب كابتن حسام يمكن اجي لك، انت برضو بتتعامل مع سن حرك شويه او حساس شويه، سن 12 سنه ده بتبان فيه شخصيه البطل، بتفهم بيه مواصفات البطل، وفي تنس الطاوله غير الالعاب الثانيه لا الدنيا بتبان بدري. بعدين هنا جوده 15 سنه ومعديه ما شاء الله، ايه اللي بتشوفه في اللعيب تقول اللعيب ده، بدون ذكر اسامي طبعا عشان كل الاحترام لكل اللاعبين، ولكن ايه اللي بتشوفه في اللعيب تقول ده لا عنده شخصيه البطل؟ هي بتبان من هو عنده 10 سنين بيبان ان اللعيب ده هيبقى بطل ولا مش هيبقى عنده بطل. عنده ثبات انفعالي كل حاجه زي. بيبقى في الحركه بتاعته بتبان على الطاوله، عصبي كمان، رد فعل سريع في اللعب، شخصيته كان مش عايز يخسر. في لعيب لما يخسر عادي، في لعيب لما يخسر تقعد تعيط في التمرين، يعني في لعيب لما في التمرين صحيح يقعد يعيط لما تخسر في التمرين، فبيبان من الاول. في لعيب يخسر يضحك، فبيبان لعيب من الاول خالص ان هو انا عايز اخد اول. هو طب يا كابتن اللعيب اللي بيمرن او المدرب اللي بيمرن، انا اسف، المدرب اللي بيمرن السن الصغير بيبقى لازم عنده حته سيكولوجيه شويه، انه يعامل اللعيبه نفسيا ويصاحبهم. كمان دول انا بمرن بنات كمان، كمان فالغيره يعني طبعا ما فيش أطفال طبعا. يعني لو قلت لواحد كويس لازم تقول للتاني عشان كله بيبص لبعض، واخد بالك؟ اكيد الحلوة. انا بقالي 6 سنين بمرن 12 سنه ما شاء الله، فالحمد لله يعني بقالنا يعني 5 سنين اول ورا بعض. طب يا كابتن وبتخليهم ازاي يحبوا بعض؟ يعني بتخلي البنات ازاي ان دي بتلعب فاحنا نشجعها خاصه اللعبه فرديه؟ ما هو احنا بنعودهم من صغرهم ان احنا واحد، مفيش فرق من الاول والتاني والتالت، احنا كلنا بنتمرن مع بعض وكلنا احنا اول، مفيش في الاخر اسم، مفيش في الاخر بيقولوا الاهلي اول. بعد التمرين ممكن نقعد مع بعض شويه، وفي البطولات بنبقى قاعدين في الفندق مع بعض شويه، مش فاصلين بعض يعني. طب هسالك سؤال يا كابتن كده، مقوله قول لي صح ولا غلط، تنس الطاوله مش لعيبه الطوال، او لعبه مش للطوال، للقصيرين بس، الكلام ده صح ولا غلط؟ لا هي مالهاش علاقه. لا 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 هي في، خلي بالك انا يعني مالهاش علاقه. أنا كان عندنا من ابطال مصر كانوا طوال جدا، عمر عصر، عمر عصر، عمر طويل. عصر طويل، في لعيبه ابطال ياسر قاسم زمان على ايامنا كان طويل، كابتن جلال عز. هي حسب، في ناس رد فعلها سريع، في ناس سريعه يعني مهما كان طويل سريع وبيلعب يعني على الطاوله، في واحد بيبقى يعني مش رفيع بس خفيف على الطاوله، ففي حاجات اساسيه لو موجوده سواء طويل او قصير موجوده فيها هيأدي. الله عليك يا كابتن، انت صحت المعلومه عشان اللي بيقول كده. طب اقول لك يعني برضو خلينا اقول ان التمرين برضو يمكن بتنس الطاوله والسكواش وفي العاب معينه مصنفه انها اعنف رياضه على الاعصاب. طبعا طبعا طبعا. ده ممكن لعيب بيكون كسبان يعني على نقطه. هقول لحضرتك احنا كنا بنلعب فرق 15 السنه دي وخسرانين 2-0 وفضل لهم ماتش واحد ونزلوا بتوع الزمالك هنوا بعض الف مبروك الف مبروك، بعد ما كسبوا الماتش الثاني 2-0 هم كسبانين، المدرب بتاعهم نزل رئيس الجهاز نزل يبارك لهم على اساس ان الماتش خلص، نزل احنا الماتش الثالث اللعيب الثالث بتاعنا كسب الماتش اتقلب 3-2 طلع 3-2 لينا احنا. فاحنا لحد اخر، انا عايز بس اقول لحضرتك كمان يعني النادي الاهلي ده كان ايفنت كام؟ 15 سنه ولاد ولا بنات؟ ولاد
ده سن برضو يعني. هو الماتش كان، انا عايز اقول لحضرتك يا استاذ هيثم ان ان النادي الاهلي مش كره بس اللي هو بيلعب لاخر نفس. لا طبعا احنا عارفين متربيين على كده يعني، متربيين اصل بقول حياه. بقول لحضرتك نزلوا هنوا بعض، هنوا بعض وانا قاعد قلت لهم لا هنكسب ان شاء الله والولاد ركزوا. ونزل ياسين يعني يا كابتن ياسر بلاس 90 ده مش في الكره بس، لا مش في الكوره بس، 90 ده اسلوب حياه في النادي الاهلي كله. لا اسلوب حياه يعني، حتى لو هنلاقي انها ممكن تخلص في ال 90 دقيقه لا نخليها لبعد ال 90 عشان يبقى ليها شويه اثاره. بيلعبوا لاخر نفس، اتقلبت الترابيزه كسبنا 3-2 بيتهيألي هو ده اللي حسب يعني. ده احنا كنا خسرنا الايفنت ده كان هيبقى زي السنه اللي فاتت خسرنا الايفنت عشان فربنا يشاء سبحانه وتعالى. لا والايفنت ده كان فيه ماتشات بعديه كمان، في فرق لسه هتلعب بعديه، فبيدي روح للعيبه ان احنا مفيش حاجه اسمها 2-0 ونخسر، بيخلي اللعيبه اللي هتلعب بعد كده نلعب لحد اخر بونت في الماتش. لا وفي الايفنت بتاعنا كمان يا استاذ هيثم اللي هو 12 سنه اولاد. اولا الزمالك اشترى لعيبه، 2 لعيبه مصنفين، الاسماعيلي اشترى رقم 1 مصنف في مصر واحنا عندنا الولاد كانوا لسه صغيرين يعني، احنا بنعدهم الايفنت ده يعني، ما كناش ضامنينه ما كناش ضامنين، ولكن الولاد بسم الله ما شاء الله. اولا كابتن هاني انا بحييه ان هو برضك عمل معاهم مجهود رهيب، مجهود رهيب بصراحه والله كابتن. وكسبنا يعني وكسبنا الايفنت ده بقى، ما عندكش فكره احنا كنا فرحانين. انا كنت بلعب في نفس الوقت بتاع ماتش 12 سنه كنت متابعهم والله كنا متابعينهم ماتش شغال ان هم في ظهر فبسيب ماتشي وابقى مركز معاهم وهم شغالين وكنت متابع. الحاجه الجميله كمان يا استاذ هيثم ان احنا مثلا الايفنتين بيتلعبوا في نفس الوقت. فكنا بنقسم نفسنا 5 هنا و5 هنا. الله شوف الروح الجميله. لا ده انا هاجي لكم الماتشات يا كابتن. يا باشا تقولنا ده انت تؤمر يا كابتن. والله ان الوقت يعني سرقنا، بس الحقيقه انا مستمتع جدا بالحوار معاك، مستمتع بالروح. بس بشكرك الحقيقه كابتن فتح عبده طبعا عمده تنس الطاوله في النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا نورتني وشرفتني والف مبروك جدا لحضرتك. كابتن عبد السلام مطوع طبعا مدير فني فريق 12 سنه للبنات، بشكرك والف مليون مبروك. الله يبارك فيك نورتني وشرفتني لك. ربنا يخليك يا كابتن عيسى. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل ومستمرين معاكم في ابطالنا ونجومنا طبعا نجوم التدريب تنس الطاوله في النادي الاهلي. هيكون معانا الكابتن هشام اسماعيل وكابتن محمد عبد الحميد، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين تغطيتنا طبعا مع ابطال ونجومنا نجوم التدريب في تنس الطاوله، والحقيقه انجاز تاريخي فوز 8 ميداليات ذهب في الجماعي اللي هو كل الايفنتات، ونفس الكلام في الفردي 8 ميداليات ذهب. في البدايه طبعا برحب بضيفي الكابتن محمد عبد الوهاب المدير الفني او مدرب، كابتن محمد عبد الحميد انا اسف المدرب لفريق 18 سنه ناشئين. اهلا بك يا كابتن. اهلا وسهلا والف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك ربنا يخليك. طبعا برحب بالكابتن هشام اسماعيل مدرب ناشئات فريق 15 سنه. اهلا بك يا كابتن. اهلا وسهلا والف مليون مبروك على الانجازات والفوز الكثيره. الحمد لله. شكرا. كابتن محمد اجي لك، يمكن انت عندك قصه شويه كده، يمكن السنه اللي فاتت لم توفق تمام وده كان الايفنت الوحيد اللي ما توفقناش فيه تمام بعد ما كنت كبير طبعا وشغل طويل هذا الموسم اتوفقت. كلمني عن الرحله دي. لا هي الرحله كانت كبيره شويه. احنا عايزين نسمع. السنه اللي فاتت كان حصل دروب كده غريب وكان عدم توفيق بس في المباراه الاوريدي. الفرقه اللي لعبت فرقه 18 سنه اوريدي هي لعبت في نفس، انا كنت ماسك السنه اللي فاتت 18 21 سنه، فاوريدي نفس الفرقه لعبوا فرقه الزمالك في ماتش الفاينل في 21 سنه وكسبنا الماتش 3-2 يعني. يعني هم كبروا بقى 21. لا السنه اللي فاتت يعني انا لعبت الزمالك مرتين فاينالين بينهم وبين بعض ساعتين زمن تمام، فكسبت واحد وخسرت الثاني. حتى الثاني انا اوريدي كنت كسبان 2-1 والماتش السكور بتاعه قلب 3-2 وخسرت بغلطات بسيطه جدا جوه الماتش يعني سوء توفيق يعني. سوء توفيق وعدم توفيق بس. فحتى بعد الماتش انا حتى قعدت اتكلمت مع اللعيبه وعادي خلاص حصل خير ربنا مش رايد وربنا سهل التعود السنه الجايه، بس انا ان شاء الله هكسب السنه الجايه بجيل اصغر منكم لان اللعيبه دي اللعيبه دي وصلوا 21 انتوا هتكسبوا الزمالك كده كده السنه الجايه ان شاء الله. انا متاكد ان انتوا تكسبوهم السنه الجايه في 21 سنه وده اللي حصل السنه دي. هم الحمد لله كسبوهم مع كابتن احمد عبد السلام في 21 سنه. وجينا في فرقتي بقى اللي هم 18 بدات اجهز مجموعه ثانيه، وحتى كان في دروب صغير ان انا رقم 2 بتاعي بتاع الفرقه اوريدي هو لعيب محترف في المانيا اسمه احمد هشام، ده اوريدي بسبب موضوع الكورونا والكلام دوت في المانيا قفلت فما عرفش يجي معايا. فانا لاعب معايا رقم 1 ومعايا رقم وربع. لا لا في التصنيف العام كتصنيف عام رقم 10 و11 و20 على مصر الاربعه اللي كانوا معايا. فانا معايا رقم 1 وهو مروان واحد يخش يبقى رقم 2 بس كده. وده اللي حصل يعني الحمد لله كسبت الماتش 3-0
تمام. كسبت الزمالك 3-0، كسبت اقوى واحد عندهم في الفرقه نادي الزمالك، اللعيب بتاعي رقم 2 اللي هو رقم 12 على مصر ده كسبه 3-0 جوه الماتش. هو ترتيبه كام رقم 2 عندهم؟ رقم 2 عندهم. هو لعب فاينل البطوله اللي فاتت، خسر من مروان جمال في الفاينل 3-1 في الفاينل، يعني منصف هو رقم اول تاني مثلا، مصنف الثاني على الجمهوريه حاليا بقى رقم الثاني. الثالث بقى عندك كده؟ الثالث كان ده كان مفاجاه في البطوله، يوسف ابو يام ده اوريدي كان لعب ماتش دور الثمانيه وما لعبش السيمي فاينل، ودخل مره واحده لعب ماتش الفاينل، يعني ما لعبتوش لان كان حصل دروب في السيمي فاينل، مش دروب هو كان في سوء توفيق في المباراه اللي كانت قبل كده، بس اللعيب بتاعي كسب وكسبنا الماتش 3-0 في السيمي فاينل، لعبنا سبورتنج فدخلت الفاينل. فانا ماتش الزمالك مش هبقى محتاج في ماتش الفاينل غير حد يحتاج يقف الضغطه كويس قوي، فغيرت اللعيب في ماتش الفاينل ونزل يوسف ابو اياب في الماتش الفاينل، كان خسران الاول 2-0 في الماتش الثالث، والماتش قلب وكسبت الحمد لله 3-2 وكسبت الماتش التوتال 3-0. حلو تتحدى نفسك وتتحدى ظروفك، حلو الحمد لله. لا كانت متعه، ودي كانت حلاوه المكسب في دي كانت ليها حلاوه ثانيه، مكسب سهل ملوش طعم. ربنا يخليك. طب كابتن هشام اجي لك، يمكن برده انت ماسك سن مهم وايفنت مهم جدا في النادي الاهلي 15 سنه ناشئات، وكلمني عن انجازك، كسبت كام، المنافسين كانوا مين؟ احنا طبعا المنافس التقليدي اللي موجود دايما طبعا نادي الزمالك، احنا غالبا كل سنه تقريبا بنلعبه فاينل. السنه دي برده كان في فرقه تانية كويسه اللي هي هيئه قناه السويس، هيئه قناه السويس دي فيها كذا لعيب كويس. الميزه بقى برده ان هي عندهم هناك ان هم بيلعبوا دوري سيدات كمان، يعني هم بيلعبوا سنهم وبيطلعوا يلعبوا دوري سيدات بالظبط، فطبعا ده بيقويهم اكتر وبيحتكوا اكتر. احنا طبعا عندنا بيبقى العمليه صعبه شويه ان احنا ينافس طبعا يعني طبعاً. فرقه سيدات ما شاء الله والايفنتات حتى اللي تحتيها كويسين جدا طبيعي، فصعب. فاحنا بقى بنحاول ان احنا نوفر لهم يعني اسلوب احسن للتمرين وطريقه افضل للتمرين، بحيث ان احنا نقدر يعني كابتن فتحي كان قال لي ان حضرتك ساعات بتصعدهم مع الفريق بالظبط. كابتن فتحي زي ما كان بيتكلم فعلا ان ايه الناس اللي موجوده ليها رانكينج معين في الثمانيه الاوائل او كده، بنحاول ان احنا نزودها ونحاول ان احنا نطلعها الايفنتات الاعلى، زي مثلا هنا جوده. هنا جوده موجوده في 15 سنه وطبعا يعني دي مش هينفع احنا نتكلم عليها خالص، يعني تقريبا شايله معظم الفرق كتير ما شاء الله. طبعا طبعا. ف كسبت ماتشاتك 3-0 يا كابتن؟ لا احنا كسبنا يعني الحمد لله، عدينا المجموعه، كسبنا المجموعه عادي كل الماتشات 3-0، بعد كده قابلنا نادي سبورتنج كسبناه 3-0، وفي السيمي فاينال كنا بنلعبين لعبنا هيئه قناه السويس. هو الماتش ده برده كان رخم شويه، بس دي الصوره يا كابتن في النهائيات ولا دي بعد ما احنا كسبنا الفاينل 18 ولاد و18 بنات، كان اخر ايفنت وكان ده كان اخر ايفنت، ودي صوره جماعيه لكم كلكم، دي صوره جماعيه بعد ما شاء الله. وهنا جوده موجوده تحت واللاعبين واللاعبات حاجه، كابتن هيثم وكابتن اشرف وكابتن عمرو ما شاء الله، طبعا كابتن فتحي وكابتن فتحي طبعا وكابتن احمد حامد. طب عرفني كده يا كابتن اللعيبه، يعني مثلا قول لي كده، خلينا ناخد من الشمال لليمين البنات مثلا. البنات في ساره ياسر الشمال اليمين تمام، ونور علاء تمام، فريده عبد الناصر وهنا جوده ومنى طارق، دول الخمسه دول 18 سنه ناشئات كلهم. طب وهم خدوا المركز الاول، ويعني خلي بالك هنا جوده تحت 15 وبتلعب في 18 بتلعب 18 تمام. ايوه بتلعب فلسطين كمان، انا بقول في الايفنت ده كانت موجوده بتلعب دوري سيدات في الايفنت ده موجوده، وهم كلهم يعني بصراحه موجودين. هو المهم يا كابتن حسين دايما في الفرق ان ما فيش حد بيبقى لوحده، يعني الفرقه كله بيكمل بعض، فلازم يعني هنا بتشيل في فريده برضو وراها وساره وراها، فهم كلهم يعني كل واحد لا طبعا لا طبعا لا طبعا ساره زي فريده زي هنا زي منى زي نور، يعني بتكلم على 18 سنة على الصورة اللي كانت موجودة، فهم كلهم بيكملوا بعض. يعني هتقولي الصورة كده تانية يا جماعة عشان نشوف برضو 18 سنة كان مين. بص كده يا كابتن، يعني 18 سنة بقى من الشمال لليمين مين؟ ولاد ولاد مصطفى سيد زينهم، يوسف أبو هاب، زياد شوا، مروان جمال، عمر علام. طب برضو الجهاز برضو بالمرة الجهاز كابتن هيس، أنا محمد عبد الحميد، محمد عبد الحميد طبعا، كابتن هيثم حامد، كابتن أشرف فتاح رئيس الجهاز والمدير الفني، كابتن عمرو رضا المدرب العام، كابتن احمد حامد المدير الاداري، كابتن فتحي عبده مدير القطاع الناشئين والناشئات، كابتن علي سمير الاداري بتاع فريق 18 سنه. يعني طبعا لحظه جميله جدا، وخليني اقول لكم طبعا كل التحيات وتقدير للباقي، احنا بس صوره كده كانت بالصدفه طبعا بالظبط، هو كابتن هيثم مدرب 18 سنه مدرب 18 سنه موجود في الصوره دي. طيب الفاينل سيمي فاينل لعبت هيئه قناه السويس، السيمي فاينل لعبنا هيئه قناه السويس. الاول برضه انا عايز اشكر الفرقه، الناس اللي لعبت، هنا جوده طبعا، في جنى وجيه كانت حصان الاسود بتاع
بتاع البطولة دي. يعني هحكي لحضرتك عملت ايه وكده. وفي مريم حسين ولينا حازم وفي ساره الصاوي وجنى رأفت، وخدنا برضو الاثنين الناشئين اللي موجودين عند كابتن عبد السلام، كان فيهم ناس كويسه فخدناهم، اللي هي حبيبه محمد وملك، اتاخدوا في الثمانيه الاساسيين الموجودين وسافروا معانا من السته. والصوره دي، الصوره دي انت فيها يا كابتن، يا كابتن هشام اسماعيل انت في الصوره دي صح؟ اه كابتن محمد عبد الحميد. ده كان ايفنت كام بقى؟ ده ايفنت بتاعنا ده بعد ماتش الفاينل. وهنا جوده ما شاء الله موجوده برده 15 ولاد 15 بنات. هي الفكره ان حضرتك لو خدت بالك هتلاقي ان مدربين الفريقتين بتوع 15 و18 وبقيت مدربين الجهاز موجودين. ده الجميل بقى كابتن، يعني حضرتك بتقوله ده هو ده الجميل. في فيديوهات اصلا موجوده حضرتك لو ينفع تتذاع هتلاقي فيديوهات انت حضرتك مش هتعرف مين اللي قاعد اصلا بيدير اللي مسؤول عن الفريق ده كله بيدعم كل المدربين، والفرحه بعد الماتش وبعد المكسب نفسه هتلاقي فرحه تانية خالص. حلوه جدا الروح دي، خلي بالك هي دي المكسب وده الاساس يا كابتن. هو يعني احنا متواصلين على كده كمان بعد الماتش بتاع الفاينل. هم بجد في ناس كتير جت سالت قالت هو مين مدرب الفرقه دي؟ ازاي اهو اهو يا كابتن معلش يا جماعه رجعوا لي بس اللقطه دي تاني بقى معلش عشان ده ايفنت 15 سنه ولاد. بص 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 الفرحه مين بقى ده مين في مين؟ 15 سنة ده لا ده ده, ده مش جهاز فني بقى ده كده درجة تالتة. ده كابتن محمد اسماعيل مدرب فريق 15، كابتن هاني اللي خده بالحضن على طول مين اللي مدرب 12، كمان اللاعبين داخلين ينطوا اللعيبة كلها بره داخلين ينطوا. بص بصوا يا جماعة لا ده يعني هي كابتن خالد جمال المساعد بتاع فريق 15 سنة ولاد، أنا وكابتن فتحي عبده دخل أهو كان واقف ورانا ما كانش قادر يقعد من الضغطة بتاعة الماتش أكيد الأعصاب. بس معلش يا جماعة ادونا الفيديو ده تاني لأن الحقيقة يعني ده بيلخص زي ما جبنا القصه. بص حضرتك لو حضرتك شفت بص كابتن فتحي حتى يعني كابتن فتحي عبده بص واقف ازاي على كابتن فتحي الفرحه بتاعته عامله ازاي. يا خبر ابيض يا خبر ابيض يا جماعه لا ده انتوا عدونا اللقطه دي اكتر مره يا جماعه لانه يعني ده اعصاب. ده في كذا ايفنت يعني حضرتك احنا كانت الناس مركزه معانا فكان دايما بيركزوا معانا في انفعالاتنا بعد الماتش. في كل الايفنتات هتلاقي حضرتك هتلاقي في فيديوهات كتيره جدا حتى ايفنت ال 12 سنه اولاد 12 سنه بنات برضه في ال 15 ال 12 سنه بنات كان في نفس الفكره نفس الشكل. هي الجهاز الفني موجود ومن الصبح بالليل انتوا قاعدين مع بعض احنا قاعدين مع بعض وكانت البطوله في اسماعيليه يعني ما كانتش هنا في القاهره فكلنا كنا بنسافر مع بعض كله غير ما لناش دعوه بالمدربين اللي موجودين هناك احنا رايحين كل الناس راحه لوحديها فرايحين ونقعد مع بعض يعني مثلا البطوله بتاع كابتن محمد عبد الحميد بتبقى مختلفه عن بطولتي يعني مثلا هو جمعه وسبت واحنا الجمعة السبت اللي بعديها احنا كنا بنروح كل يوم فكنا بنسافر وبنرجع يعني كابتن محمد في البطوله بتاعتنا كان بيجي لنا ويرجع واحنا برضو في نفس الوقت في بطولته كلنا الجهاز كله مش حد معين وانا كمان كنت اول بطوله يعني هو كابتن هشام كانوا بعديها باسبوع انا كنت اول بطوله فانا كمان كان الايفنت اللي خسران فكان النادي كله تقريبا جاي لي اول كابتن دي الروح. بس انا عايز اعرف بالتفصيل اكتر عن الامور دي بس خلينا نطلع لفاصل. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل اعلاني اخير وارجع لحضراتكم عشان نكمل حوارنا طبعا مع نجوم التدريب تنس الطاوله في النادي الاهلي ولكن بعد الفاصل. انا هقوله بعد كل فاصل الحصول على تمن او العلامات الكامله في قطاع الناشئين والناشئات في بطوله الجمهوريه تمن كؤوس في الجماعي وتمن كؤوس في الفردي. بنكمل حوارنا مع كابتن محمد عبد الحميد مدرب طبعا فريق 18 سنه وكابتن هشام اسماعيل مدرب ناشئات 15 سنه. كابتن محمد يمكن الانجاز مش بيجي نتيجه مجهود منظومه يمكن انتوا حلقه من المنظومه اللاعبين والمدرب ولكن في منظومه تانية وراك في ظهرك كنا بنتكلم عليها قبل الفاصل مدربين رئيس قطاع نشاط رياضي. شايف ايه اللي بيميزنا عن اي نادي تاني في النادي الاهلي؟ الحب هي بيننا وبين بعضينا احنا كلنا متربيين مع بعض كمدربين اوريدي كنا كلنا فرقه واحده موجوده في النادي متربيين مع بعض يعني انا وهشام كنا فرقه واحده من واحنا صغيرين واحنا عندنا 8 سنين و9 سنين مع بعض وبتمرنوا مع بعض كنا بنلعب مع بعض احنا نفس الفرقه احنا في نفس الفرقه مع بعض لغايه اما خلصنا مع بعض وفي كابتن ايسم اللي هو ماسك 18 سنه ده معايا يعني اصلا انتوا بتلعبوا يعني كابتن محمد عبد الحميد وكابتن هشام اسماعيل انتوا الاثنين حتى وانتوا لاعبين مع بعض واحنا لاعبين مع بعض كبرتوا بقيتوا مدربين مع بعض والمدرب وكابتن عبد السلام كان في الجيل اللي بعدينا وكابتن محمد اسماعيل ومحمود حامد كابتن محمود حامد كان معانا في نفس الجيل يعني احنا كلنا كنا جيلين ورا بعض فاحنا اوريدي متربيين كلنا مع بعض وكابتن فتحي كان مدربنا واحنا صغيرين ما سبحان الله دي حلوه وكابتن اشرف عبد الفتاح العمده بتاعنا كابتن فتحي وعلى فكره برضو خليني اقول ان كابتن اشرف عبد الفتاح لما جه معايا هنا والله والله ما نسبش لنفسه اي فضل بالعكس نسب لكم انتوا وقال انتوا الاساس النجاح ده واحنا مجرد ان احنا في ظهرهم والكلام ده كله فدي روح ما هو السبورت اللي هو عامله لنا ان مفيش اي مشاكل بتبقى اي حاجه بنطلبها بيوقف يساعدنا فيها ومعاه طبعا كابتن فتحي عبده حتى احنا ما بنقدرش نتخطى الكلام العمده بتاعنا
فاحنا بنبلغ كابتن فتحي مثلا احنا محتاجين حاجه. كابتن فتحي معاك اهو في الصوره لابس جاكيت اسود جينز جالنا البطوله جالنا ساعتها البطوله جالنا دي مخصوص في الماتشات المهمه. طب قول لي يا كابتن عايز اسالك سؤال يعني دلوقتي انت السنه الموسم ده خلاص كده انتهى تمام انت عندك الموسم الجاي ان شاء الله 18 سنه برضو استعديت ازاي؟ هل عينك على الفريق اللي اصغر منك تمام. ولا هتجيبوا لعيبه يعني انت شايف المستقبل الجيل ده او الايفنت ده ايه؟ هو اوريدي بدايه من 1/7 الجايه هيحصل تغيير في تقسيمه الايفنتات اللي موجوده مش هيبقى في ايفنت 18 تمام. هيبقى ايفنت 11 13 15 17 19 زي السكواش ده تعليمات الاتحاد الدولي فالاتحاد المصري عدل اوريدي الايفنتات دي فدي كانت اخر بطوله بالايفنتات معنى كده ان انت هيبقى في لعيبه هتكبر عندك خلاص انا اوريدي الفرقه بتاعتي كلها طلعت فرقتي كلها طلعت باستثناء واحد بس اللي هو لسه واخد اول جمهوريه البطوله الاخيره مروان جمال هو الوحيد اللي مكمل معايا ده كان صغير في ايفنت 18 ده كان كبير دلوقتي بقى هو بقى هو رقم واحد على مصر اوريدي بقى رقم واحد على مصر 17 و19 ايفنت 16 اللي كان طالع لك ايفنت 16 اللي كان طالع لي انا باخد من كابتن محمد اسماعيل من تحتيه اوريدي هو كان في الرولز اللي كابتن فتحي كان مبلغ حياك بيها الرولز دي اللي هي بتاع اول تصعيد بتاع اول 8 لعيبه تصنيف عام بيطلعوا في الايفنت اللي فوق او اللعيبه المميزه بيطلعوا ضربوا مع الفرقه اللي فوق ودي جايبه في المرحله الاستراتيجيه بشكل كبير فاوريدي الثلاثه الاساسيين اوريدي فرقه 15 سنه اللي هم كانوا اللي هم مع كابتن محمد اسماعيل اوريدي بيلعبوا معايا فترات زياده يعني هم بعد ما خلصوا مع كابتن محمد اسماعيل بييجوا يكملوا معايا التمرين كده بيبقى 3 ساعات او اكتر اكتر من 3 ساعات بنكمل داخلين في 4 ساعات يعني وساعات اصلا بيبقوا ممكن يوصل لخمس ساعات متواصله مثلا يعني ساعات كابتن محمد اسماعيل بيجي يبتدي معاهم بدري وهم يخلصوا بياخدوا بريك نص ساعه وبعد كده يخشوا يكملوا معايا التمرين بتاعي فهو دي الوحده التدريبيه اللي هم بياخدوها فالحاجه الثانيه كمان هم لما بييجوا يطلعوا معايا هم اللعيبه اللي طالعه دي كلها هي دي فرقه 18 سنه السنه الجايه فانت خلاص ممرنهم قبل كده فانت عارفهم مش هيبقوا كده كده فهم مش بعادي يعني الفكره هو الموضوع مش بعيد وحته ان احنا هنشوف حد بره موضوع يعني اللعيبه المميزه جدا لو بره الا لو حد بروميسنج قوي بس دي مش فادي الحدود يعني النادي بالنسبه لنا موضوع بس صحيح. احنا بناخد اللي عندنا صحيح. اكتر يعني ناشئين عندنا اكتر صحيح طب ده بالنسبه لكابتن محمد كابتن هشام بالنسبه لك الدنيا ايه بعد تغيير الايفنتات دي في الاتحاد الدولي للتنس هو بالنسبه 15 سنه مش هيبقى فيها تغيير هي الايفنت الوحيد اللي موجود زي ما هو 15 صح لانه كان فردي وانت رحت على فردي 13 15 بالزبط. فما عندكش مشكله هو اللي هيفرق شويه اللي هو الناس اللي كانوا اصلا بيلعبوا تحت 11 سنه تحت 12 سنه دلوقتي بقوا تحت 11 فالمفروض ان هم بعد ما يخلصوا الايفنت بتاع 12 سنه بيطلعوا فوق عندي 15 تمام. فبقى في 13 صحيح هيقعدوا سنه بقى او هيكملوا مع 13 بس هو اوريدي برضو العمليه بتبقى الناس اللي هم اللي بيبقوا كويسين كده كده بيطلعوا من 12 بيتصعدوا وبيطلعوا 15 فالحته دي برضو كويسه بالنسبه طب انتوا دارسين يا كباتن التغيير ده يعني انتوا دارسين اللعيبه والايفنتات والدنيا وموقفنا ايه واللعيبه والانديه الثانيه دارسين ده كويس طبعا هو يعني احنا اول ما سمعنا عن ان هم الاتحاد الدولي هيبتدوا ان هم يعملوا حاجه زي كده ابتدينا ان احنا نركز بالذات نبص على ايفنتات بتاعه 11 سنه لان وفي برده الايفنت بتاع 21 ده ما بقاش موجود خالص بس دي برده انا مش يعني شايفها ديس ادفانتج شايفها حاجه مش كويسه انه طبعا كان بيديك سنتين كمان تلعبهم في الناشئين انما كده هيروح رميك على طول في بعد 19 هو ترموا خلاص رموك في الدرجه الاولى بعد 19 دي هتفرق ناس كتير هتقع في النص يعني ايفنت ناس كتير اللي هنا بقى هيبان بقى اللعيب اللي عنده الشخصيه اللي قادر يقف على الترابيزه ويقدر يعافر مع الكبار يعني هو كان بيديك سنتين اللي هم من 19 ل 21 تقدر تقف على ثلاث سنين من 18 ل 21 خلاص. دلوقتي خلاص انت دلوقتي الفرقه اللي كانت معايا اللي اوريدي خدت الاول مره اول سنه ليها كانت 21 سنه السنه دي هو دخل رجال خلاص لان هو بقى خلاص عدى 19 سنه نفس النظام السيدات اوريدي ما كانش فيها الدروب دوت بالعكس السيدات كانوا 18 كانوا بيطلعوا سيدات دلوقتي بقى 18 ليهم سنه بقت 19 وبيطلعوا سيدات هو يمكن الرجال اكتر هي هتبقى الموضوع اكتر في الرجال يعني طب يا كابتن يعني برده يعني هيبقى ليه اثار هيبقى ليه يعني ايجابيات بس الانديه الثانيه عامله ايه طب انت برضو ليك عين على الانديه الثانيه شايفها ازاي طبعا هو السنه دي بالذات يعني الحمد لله النادي الاهلي مسيطر على كل البطولات في الفرق وفي الفردي وكده وبالذات فردي يعني احنا لسه ممكن من اسبوع او حاجه كان عندنا اخر بطوله 18 سنه عند كابتن محمد وكابتن هيثم فردي وخدوهم برضو الحمد لله فيعني احنا اعتقد ان اللي هي الايفنت الجديد اللي لسه هيبقى موجود هو 11 سنه هو اللي ممكن
نشوف الدنيا فيها ايه. احنا مش عشان لسه طالعين من المدارس بالظبط, انت واقف على مش ما جربتهمش لسه في ماتشات ولا اتمرنوا مع 12. ده الكلام ده بالنسبه لمصر كلها يعني, مش 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 في حته معينه. لكن طبعا النادي الاهلي احنا دايما زي ما كابتن عبد السلام قال وكابتن فتحي دايما بيشوفوا الناس الموجودين في المدارس, الناس اللي هي بيبقى تالنت شويه وكويسين, بيحاولوا ان هم يصعدوهم 12 وبيحاولوا ان هم يعني يزقوهم علشان خاطر يبقوا جاهزين يبقوا جاهزين. فطبعا دلوقتي بقت ما بقاش في 12 يعني بقى في 13 في 11 سنه. طب كباتن انتوا عندكم حد في الايفنتات بتاعتكم رايح مع منتخب قطر؟ لا في الناشئين مفيش غير انا في هنا جوده, هنا جوده رايح من عندك. طيب ويعني شايفين الاشتراك في البطولات ده يعني سواء على مستوى المنتخب او على مستوى لما كان زمان طبعا في ان اللعيبه تقدر تشارك على مستوى فردي, شايف ده مفيد لينا ولا غياب اللاعب بيبقى تاثير شويه علينا؟ لا طبعا غياب بيبقى ليه تاثير مش كويس. هو اللعيب يعني هانا جودة بالذات ممكن اتكلم عليها, ان هانا جودة تقريبا معظم السنه ما بتبقاش موجوده, يا اما في معسكرات بره, حاجات تبع الاتحاد الدولي, حاجات تبع الهوبس, بطولات برو تورز بتاع الكلام ده كله, هو اللي ساعد هانا جودة ان هي تقف على رجليها وتبقى رقم واحد على العالم. هي فهي محتاجه ان هي تشترك علشان تحافظ على تصنيفها, لان التصنيف ده بيبقى بعد دايما البطولات بتاعه البرو تورز اللي موجوده والبطولات. فهي اغلب السنه غايبه عنا. فطبعا ده هو ده على العالم كله يعني. فطبعا اللي ساعدنا اكتر في موضوع هنا ان هي بتشترك في بطولات كتير وهي محتاجه ان هي تبقى موجوده. واعتقد ان دي اول مره يعني حاجه زي دي تحصل ان حد من عندنا يبقى اول. لا وعلى قمه التصنيف 15 سنه انا عارف دايما الصينيين او الصينيات هم الطب فهل ده بيبقى يعني انجاز كبير جدا لهنا جودة انها تسبق كل دول وتبقى على قمه التصنيف؟ فلا طبعا دي حاجه يعني حاجه كويسه جدا, وهي برضو بتحتاج ان هي تكمل الايام اللي جايه علشان زي ما حضرتك عارف ان احنا نوصل للاول بيبقى مش سهل. لكن انا عارف وتحافظ عليه طبعا بالزبط صعب بالزبط صعب طبعا. طب كابتن يمكن كابتن محمد في امور كده معينه برضو زي ان انت بتتابع لعيبتك بره, يعني احنا عندنا لعيبه محترفين بره على المستوى الكبير مثلا على المستوى الصغير, متابعهم يا كابتن بصفه مستمره, عارف ماتشاتهم, بتشوف ماتشاتهم؟ هو اوريدي انا ما عنديش غير لعيب بالنسبه لي, انا ما عنديش غير لعيب واحد بس هو احمد هشام. اوريدي هو بيدرس في المانيا وفي نفس الوقت هو بيلعب هناك في مركز تدريب هناك في المانيا, وبيلعب لسه ماضي عقد, ما لسه مش ماضي عقد, هو ماضي اتفاق على مباريات لما الدوري الالماني بالنسبه له يبدا يرجع, لان ما بداش الدوري الالماني لسه في الناشئين في الجزء اللي هو السن الصغير لسه هناك مش شغال, الكبار شغالين فهو لسه ما ابتداش لعبه, ولسه حتى منزل صوره امبارح على الفيسبوك عنده ان هو لسه رايح نادي جديد بيشوف يعني لسه هيجرب الدنيا طبعا, لان هو بيدرس. ممكن احمد هشام يعني يلضم مع نادي كبير, هو عندنا عصر هناك كان موجود فتره طويله جدا, هو اوريدي رقم 2 على مصر هنا في مصر, هو رقم 2 ومن وكمان هو رقم 2 وما لعبش بطوله يعني. طب ازاي كابتن تصنيفه؟ هو جه في بطوله وجمع بوينتس قبليها, بطولات جامده بطولات جامده وجمع فيها بوينتس, لعب فيهم بطولتين فاينل, فوصل ان هو بقى تصنيف عام. اللي جم بعديه دايما في فروقات بالرغم انه عايش في المانيا, بيدرس في المانيا ومش بيشارك كل هو بقاله دلوقتي سنه ونص بس في المانيا. يعني ان هو اوريدي احمد هشام مش ابن النادي الاهلي, احمد هشام كنت جايبه من سنتين من نادي سموحه. انا كنت جايبه من نادي سموحه بدون اي مقابل مادي بدون اي حاجه, هو نفسه يلعب لدرجه ان هو دفع لنادي سموحه مبلغ مالي, مبلغ مالي كبير مقابل ان هو يجي النادي الاهلي, والنادي الاهلي ما يعني احنا ما عملنالوش, احنا ادينا له بس اللي هو العقد العادي زي زي اللي هو المرتب العادي اللي هو بياخده زي زي اللعيب والبنفيتس اللي بياخدها اللعيب العادي. انا عايز اقف على الموضوع ده شويه بقى يعني انت بص لا الموضوع ده لازم اقف فيه شويه. لا بس احنا ادوات الحاجات دي, الحاجات دي اوريدي خدها, بس هو اشترى النادي الاهلي. لا استنى, يا كابتن استنى, انت هتقول لي لا ده واحده واحده. دلوقتي احمد هشام كان بيلعب في نادي سموحه تمام, واحمد هشام كان بيلعب تحت كام في نادي سموحه؟ 18 سنه تحت 18 سنه, وكان رغبته انه يجي النادي الاهلي. هو جه لوحده كده في مره في بطوله فرق بعد بطوله فرق, واحنا في اسكندريه كان عندنا بطوله فرق في اسكندريه من سنتين, لقيته جاي بيقول لي يا كوتش عايز اجي النادي, ينفع؟ انا ما عنديش مشكله. هو اهلاوي اصلا؟ هو اهلاوي. قلت له خلص. ومثلا الاعلى سيد لاشين وطريقه لعب سيد لاشين في اللعب يعني هو قال لك انا عايز اجي, قلت له تنور وتشرف. قلت له خلص نفسك انا ما عنديش مشكله. قام خلص نفسه. خلص نفسه راح دفع المقابل. عايز والله حياتك ان هو خلص نفسه في 24 ساعه, كان يوم جمعه. يوم جمعه دفع المقابل وخد وكان في بطوله عندنا اللي هي اول بطوله بعديها على طول بعديها ب 10 ايام, راح دفع المقابل وقدم له الاستغناء في الاتحاد وجابوا النادي ولعب باسم النادي في البطوله يعني اللي بعديها, ولعب فاينل البطوله اللي بعديها وخد ثالث جمهوريه 21 سنه.
فاول بطوله ليه مع النادي. يعني عشق النادي الاهلي مش مقصور بس على كره القدم يعني. مش مقصور على كره القدم. وفي عندنا يعني النماذج كتيره جدا. هو في كتير بيبقى عايزين يبقى كتير, كتير جدا. مش احمد هشام بس. لا اصل احمد هشام ليه الغريب؟ ده كيس. كيس ليه؟ كيس حلوه في ايه؟ انه قال لك يا جماعه طب المقابل ايه؟ انا هعفي يعني انا بحق امنيتي. انا هدفع انا المقابل انتقالي وانا اللي هاجي النادي الاهلي. وملتزم بالعقد اللي بتديله اي لاعب. هو ما بيتكلمش اي حاجه زياده لا خالص. مجرد انه يلبس التيشيرت الاحمر وهو عايز يبقى مع المجموعه اللي موجوده وشايف ان هو هيزيد مع المجموعه اللي موجوده. وساعتها سبحان الله يعني ربنا كرمه في اول بطوله بعد ما جه ولعب معانا بالظبط 30 يوم تمرين كان تقريبا بقيت لعب فيها بطولتين مع بعض. خد تاني جمهوريه 18 سنه بعد مروان وخد تالت جمهوريه 21 سنه كانت في بطوله مدينه نصر السنه اللي فاتت. لا ده احمد هشام بقى ان شاء الله عايز له حلقه لوحده بقى يبقى يجينا بقى كده ويجينا بالمانيا عشان يجينا واحنا عندنا اسطوره ناشئين اللي هو مروان جمال ده من الابطال اللي موجودين في السن ده دلوقتي. مروان جامد ده كان ما شاء الله يعني الله من يعني. اول وهو 12 سنه لغايه مروان برده اسكندراني. مروان جه النادي الاهلي وعنده 8 سنين وقبل ما كانش ماضي في اي حته وجيبه عنده 8 سنين عايشه في اسكندريه ونص كده عايشه في اسكندريه وقاعد يعني مثلا قبل البطوله اللي فاتت دي قاعد بقاله شهرين هنا في القاهره وما سافرش اسكندريه. ده مروان يا كابتن. ده مروان يعني قاعد مقيم لوحده يا كابتن. مقيم لوحده قاعد بقاله شهرين هنا عشان ياخد التمرين صبح وليل. قاعد تمرين صبح وليل وما بيمشيش من النادي. هو قاعد في النادي 24 ساعه عشان النادي الاهلي كابتن صدق وقاعد في النادي ما لهاش تفسير تاني يعني. واحد زي ده لقى نفسه ولقى كيانه وعلى هو فكره هو يستحق بصراحه. ايه هو يستحق يعني انا عايز اقول لك ان يعني لقى كيانه ولقى نفسه ولقى لعبته ولقى اللي بيحبه ولقى الاستقرار ولقى كل شيء في النادي الاهلي. فطبعا لازم يضحي بالغالي والنفيس. من هو صغير من هو مع كابتن هاني رضا ومع كابتن محمد اسماعيل وبعد كده طلع لي في 18 لان انا كان معايا زمان لما انا كنت ماسك 12 وبعد كده راح لكابتن هاني وبعد كده كابتن محمد وبعد كده رجع لي تاني بقى في 18. والله يا كباتن انا عايز اقول لكم ان انتوا عندكم يعني حكايات وقصص كبيره والله العظيم لو قعدنا حلقتين ثلاثه مش هنخلصها. وانجاز كبير انت حققتوه ولكن وقت البرنامج احنا اسفين يعني لازم ننهي الحوار بس اكيد انتوا هتبقوا معانا مرات كثيره ونوعدكم ان شاء الله نكون جنبكم دايما. عايز بس اقول على اول حاجه كنت عايز بالذات الماتش بتاع الفاينل بتاع الزمالك يعني انا مش عارف هو كان في فيديوهات موجوده بس لا للاسف ما عرفناش نجيبها. طيب ماشي ماتش الزمالك ده برده اللي احنا كسبناه 3-2 ده كان ماتش فعلا صعب وال يعني كومبيتيشن شديد. كان في كومبيتيشن شديد وانا بصراحه يعني عايز اشكر فعلا اللعيبه اللي هي وقفت الوقفه دي وان هم قدروا ان هم يعني يخلصوا البطوله وان احنا ناخد البطوله بالمنظر ده واحنا بنشكره معاك يا كابتن. وانت يعني مدرب جميل وبشكرك على وجودك معانا وان شاء الله موفق دايما ابدا كابتن هشام اسماعيل مدرب ناشئات 15 سنه. بشكرك ونورتني وشرفتني. شكرا كابتن هاني. كابتن محمد عبد الحميد نورتني وشرفتني والف مليون مبروك ومزيد من التوفيق يا كابتن. الله يبارك فيك متشكر جدا. اعزائي المشاهدين دي كانت حلقتنا النهارده عن تنس الطاوله. والحقيقه انه زي ما انتم شايفين انجاز كبير كان لازم يفوض الوقت ده والكلام والحوار يدور بكل الجوانب. بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعه. انتظرونا ان شاء الله يوم الاربعاء القادم حلقه جديده والابطال وقصه جديده مع ابطالنا ابطال النادي الاهلي. شكرا جزيلا.